تعالوا نكمل النهارده ان شاء الله. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الايس كازي وناقشنا الايس كازي من ناحيه الايس كازي تارجت اللي هو السيرفر نفسه، والايس كازي انيشيتور اللي هو الكلاينت نفسه. خلاص، حد عنده اي مشكله وعنده اي سؤال المره اللي فاتت؟ ها، لو حد عنده اي سؤال يسال قبل ما نبدا، عشان النهارده كله تقريبا معتمد على اليوم اللي فات. ها، حد عنده اي مشكله؟ طيب اسأل. ممكن تستخدم سيف ستورج الكلاستر. اه طبعا ممكن تستخدم سيف ستورج الكلاستر، مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه هيفرق مع الكلاستر بس ان الديفايس اللي هتحط عليها الملفات بتاعتك، الديفايس اللي هتعمل لها ماونت تكون موجوده بس، لا اكتر ولا اقل. خلاص، هو مش المفروض يكون ده السؤال، السؤال المفروض يكون هل الافضل ان انت تستخدم فايل سيستم عادي زي الاي اكس تي 4 والاي اكس تي 3 والاكس اف اس، ولا حتى البي تي ار اف اس، ولا هتحتاج كلاسترد فايل سيستم؟ يعني الشيرد ستورج دي او الشيرد بلوك ديفايس اللي انت تعمل لها شير دي، ممكن تعمل لها شير ب 900 طريقه. خلاص، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، في عندك الايس كازي ممكن تعمل لها شير عن طريق السيف ستورج. خلاص، ممكن تعمل لها شير عن طريق حاجه اسمها الجي ان بي دي، ممكن تعمل لها شير عن طريق الدي ار بي دي. المهم البلوك او البلوك شيرد ديفايس دي تكون اكسسبل على السيرفرات. خلاص، بس السؤال بقى مين اللي هيأكسسها في نفس الوقت؟ خلاص، والله على حسب احتياجك. احيانا بتكون محتاج ان ماشين واحده بس تاكسس الفايل سيستم ده في نفس الوقت، واحيانا بتحتاج اكتر من ماشين تاكسس نفس الفايل سيستم في نفس الوقت. فالمفروض ما يكونش ده السؤال، تستخدم سيف للكلاستر ولا لا. على فكره انت ممكن تستخدم الان اف اس للكلاستر، مفيش اي مشكله خالص. بس الفرق بين كل اللي فاتوا وبين الايس كازي، الفرق بين اللي فاتوا كلهم بين الايس كازي، ان الايس كازي بيديك كابابيلتيز كده مش يعني، او كابابيلتيز اقوى من بقيه اللي موجودين حتى الان. خلاص، يعني بالذات تحديدا لو اتكلمنا عدد سنتر، فلو لو جيت اتكلمت كده تحديدا، اهم حاجه بتميز الايس كازي، خلاص، انه ممكن يديك حاجه او تشغله مع حاجه زي المالتي باث مثلا. ماشي، مع المالتي باث ده انت بتاخد اولا باندوث اعلى، عمرك ما بتلاقيها في اي سوليوشن تاني موجود. خلاص، طبعا بتستثنى بقى الكلاستر سوليوشن زي الجلاستر وزي السيف. طبعا ده معناها انت هيكون عندك ديديكيتد كلاستر عامل ديبلوي للستورج عليه، وديديكيتد كلاستر تاني خالص عامل ديبلوي للسيرفيس بتاعتك عليه. يعني هتخلي الاباتشي سيرفرز على كلاستر لوحده، والسيف ستورج سيرفر على كلاستر تاني خالص لوحده. طبعا الموضوع بيكون مكلف الى حد ما مع بعض الناس، مش كل الشركات ولا كل الاماكن هتسمح لك بحاجه زي كده. خلاص، طبعا بالاضافه لحاجه كمان صغيره، ان السيف ديبلويمنت ما زالت الى حد ما يعني غلسه شويه مع الناس. خلاص، السيف ديبلويمنت مع السيف 1.2 مثلا كانت بتخلي الناس تشد في شعرها، 1.3 يعني ها بدات الدنيا تتظبط شويه. فالسيف ستورج هقول لك يعني بصراحه، يعني مش ريكومندد بالنسبه لي، او مش هريكومند تستخدم السيف ستورج على الاقل مش قبل 6 شهور من النهارده، او قبل سنه من النهارده. زي ما قلت لك ليه الحكايه دي، لان السيف ستورج حتى الان ما زالت غلسه الى حد ما، ومفاهيمها مش واضحه لكتير قوي من الناس. خلاص، عشان تفهم السيف ستورج وتنجز نفسك، هتروح الاول تذاكر فايل سيستم تاني خالص، او هتذاكر ستورج تانيه خالص، زي واحد اسمه لوستر، ال يو اس تي ار اي. لو تعرف لوستر ده، لوستر ده زي سيف ستورج، وهتلاقي مفاهيم كتيره جدا متاخده من اللوستر راحه للسيف. ماشي، طيب ما علينا، المهم نرجع لموضوعنا. في واحد تاني سأل سؤال، ضياء بيسأل بيقول لك لو عندك تارجت
وفي عليه مجموعة من اللاندز. ايوه طبعا ممكن تكونكت واحدة بس منهم. ما هو انت لما بتيجي تكونكت مع مع تارجت بتختار لان معينة. انت فاكر المرة اللي فاتت لما خدنا الايس كازي، مش الاول كنت بيعمل كنت بعمل ديسكفري للهوست او للتارجت اللي عليه اللانز صح؟ وبعد ما بعمل ديسكفري كنت بعمل لوجن للان معينة منهم. انت كده نسيت، كان في عندنا خطوتين، كنت بشوف الهوست نفسه هل هو اكسسبل ولا لا، بشوف كل اللانز اللي موجود عليه. الحاجة التانية كنت بعمل لوجن للان معينه، او باتاتش او بمسك لان معينه من اللي موجودين عندي. خلاص كده. طيب برضو مش المفروض يكون ده سؤالك؟ السؤال المفروض يكون السؤال الطبيعي. هو ده المره اللي فاتت كلكم عارفينها اعتقد، يعني معظمكم عارف الحكايه دي، ان انت بتمسك لان واحده من اللي موجودين ككلاينت او كانشيتور وبتتعامل معاها. بس المفروض السؤال يكون ايه بقى؟ هل انا كتارجت ممكن اخبي لان عن كلاينت معين واظهرها لكلاينت تاني؟ ده المفروض، ده المفروض يكون ده السؤال بتاعك. ماشي كده؟ الحكاية دي ممكن، ممكن تعمل حاجة اسمها لان ماسكينج. خلاص؟ واللان ماسكينج مشهورة جدا 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 للناس اللي شغالين مع الداتا سنتر. لو حد فيكم كده اشتغل مع سيسكو نيكس سويتشز او سيسكو ام بي اس او مع البروكيد، هتلاقيه اكيد اكيد عارف حكايه اللان ماسكينج دي. خلاص، ممكن تعمل حاجه اسمها اللان ماسكينج وتخبي لان معينه عن كلاينت معين. طبعا ممكن، مفيش اي مشكله خالص. ماشي، طيب كلام جميل. اي سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال؟ نبدا. طيب خلاص، ربنا ما سمعت عنها. مين في ليد دي؟ ما اعرفش مين في ليد دي، معلش ما اعرفهاش. احنا جالنا في الكورس ممكن نقابلها يعني، بس ما اعرفش مين في ليد دي. دي بتاعت ايه في ليد دي؟ لا ما سمعتش عنها خالص قبل كده يعني. اي سؤال تاني؟ طيب تعالوا بقى نبدا. اعتقد ان تقريبا كلنا سالت الاسئله اللي عندها. تعالوا نبدا ايه الموضوع بتاعنا النهارده. النهارده هنتكلم على موضوع ممكن يعني معظمكم اكيد سمع عنه قبل كده، بس مش 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 هتلاقي معظمكم اشتغل بيه قبل كده او طبقه قبل كده في الحاله العمليه، رغم انه مهم جدا 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 وتشغال. هقول لكم الاول على تجربه كانت انا مريت بيها قبل كده، كانت تجربه مؤلمه جدا. خلاص، تحديدا كانت سنه 2000 وكام، كانت 2012 بالظبط، مارس وابريل 2012. خلاص، واقول لكم على حاجه صغيره جدا حصلت معايا، حدوته كده صغيره جدا. تعال افتح لك الوورد كده وارسم لك انا كنت عامل ايه. هقول لك بقى ايه الخازوق اللي انا لبسته كده وانا قاعد مش واخد بالي خالص. بص يا سيدي، بص، في احدى المرات كده كان عندي ميل سيرفر، ماشي ماشينا هي كان عليها ميل سيرفر. الميلز بتاعت الناس على الميل سيرفر دون كانت وصلت تقريبا تقريبا يعني بالنسبه لهم حوالي 80 جيجا. ماشي كده؟ طيب ال 80 جيجا دول اللي كانوا على الميل سيرفر، الميل سيرفر كله على بعضه كده كان قايم على 100 جيجا. يعني الميل سيرفر كله على بعضه كان عباره عن 100 جيجا. ثانيه واحده كده، هنضف القلم بس. نرجع بقى تاني. انا كان عندي ميل سيرفر اهو، الميل سيرفر ده كان
مساحته الاجماليه 100 جيجا ستورج، كان منهم 8 وصلوا ل 80 جيجا مستخدمه، والله العظيم بجد حوالي 80 جيجا للميلز بس. تخيل الاستورج بتاعت الميلز وصلت ل 80 جيجا بالظبط، ماشي كده؟ فكان السيستم ران اوت اوف سبيس بكل بساطه، ما عادش عندهم مساحه تكفي الايميلات اللي جايه. يعني انت لو بصيت كده في خلال 3 4 شهور مش هتلاقي عندك مساحه عشان يخزن الايميلات بتاعت الناس. فطبعا انا بذكائي الفتاك رحت جاي اعمل ايه، قلت بس الله دي حاجه حلوه قوي. الميل ده اساسا كان عباره عن ايه كمان، ده انا هقول لك الكوميديا كمان. الكوميديا ان الميل سيرفر ده كان عباره عن فيرتشوال ماشين كمان. طيب كلام جميل. فانا رحت جاي بذكائي قلت لهم يا جماعه انتوا عاملين ليه كده، هو انت ليه عامل لي مكنه فيرتشوال ماشين وحاطط لي عليها 100 جيجا وحاطط لي الميلز كمان موجوده عليها؟ طب ما تحط الايميلات على ستورج ديفايس تكون اتاتشد بالنتورك وتريح دماغك خلاص. وطبعا بما ان انا ايامها كنت لسه متعرف على الاي اس كازي بقالي فتره حوالي سنتين تقريبا وعمال اجربه في تيست لابس كتيره جدا وحط تحت ستريس، قلت بس انا هجرب الاي اس كازي دوت وهشتغل عليه زي الفل والدنيا تمام مفيش اي مشكله خالص، تعال نجرب الاي اس كازي. المهم رحت اعمل مكنه شبه الميل دي كده، حط عليها ميل برضو خلاص، وبدات ابعت لها ايميلات كتيره جدا من غير اي مشاكل والدنيا زي الفل. بس الجديد بس في المكنه اللي هي كانت تيست دي، يعني عملت مكنه كده شبيهه بالمكنه دي اهي، ورحت جايب مكنه كبيره جدا كان سيرفر اتش بي، حطيت فيه بالظبط اللهم صل على النبي كان عندي اربع ديسكات وقتها، كان كل ديسك كانوا لسه نازلين السوق كانوا 3 تيرا خلاص كده، كانوا اربع ديسكات مش 6 على فكره، اربع ديسكات والاربعه كل واحد 3 تيرا، فانا بقى عندي 12 تيرا، ورحت عاملهم على ريد ريد 10، فبقت المساحه المستخدمه بالنسبه لي او اليوزابل سبيس تقريبا كلها على بعضها 6 تيرا بايت. ورحت عامل ايس كازي على الماشين دي، ورحت عامل شير لل 6 تيرا بايت دول، حتى وقتها كمان اللي كان مستخدم تحديدا 5.8 تيرا بايت. فطبعا بدل الناس ما كان عندها 100 جيجا وصلنا فجاه ل 5.8 تيرا بايت، ده رقم كبير جدا. وعملت لها شير للسيرفر ده وبدات اشتغل عليه وابعت له ايميلات والدنيا تمام وزي الفل في التست بيت بتاعهم، والدنيا بقت زي الفل. قلت بس يلا يا عم يلا تعالى نعمل مايجريت من الميل سيرفر القديم اللي كان موجود خلاص، وتعالى انقل كل الملفات على ايس كازي ستورج دي، وبعد كده اعمل ايه، اخلي الميل القديم او الميل الاساسي بقى الميل الرئيسي هو اللي يكون الايه، هو اللي مستخدم مع مين، مع السيرفر ده ماشي. طيب الدنيا فضلت شغاله وتمام وزي الفل حوالي شهرين شهرين ونص كده تقريبا او حاجه كده، وهوب في وسط ما الدنيا شغاله ايه اللي حصل، يوم عندهم كان يوم كده ما يعلم بيها الا ربنا، الشبكه اللي كانت موجوده، ما السيرفرين دول مربوطين في الاخر مع بعض بشبكه صغيره كده، هنا مش شبكه صغيره، شبكه كبيره قوي كمان، شبكه كبيره جدا كمان خلاص، شويه سويتشات في النص وفي شويه راوترات وفي شويه فاير وولز حاطينها شغلانه كده في النص بينهم وبين بعض، مسافه كبيره قوي والله. حتى يوميها فاكر ان الاستورج دي كانت في مبنى خلاص، مبنى كامل منفصل، والميل سيرفر ده في مبنى ثاني خالص، يعني مسافه مبنيين فوق 300 متر 400 متر، وكانوا واصلين بفايبر تحت الارض، في النص بينهم ده متوصل بشويه سويتشات وشويه سويتشات الناحيه الثانيه، وفي النص شويه فاير وولز وشويه راوترز، لا ما كانش في مصر خالص. المهم الدنيا اشتغلت مع الاس كازي تمام والدنيا بقت زي الفل، ونقلنا الميلز والناس بقت سعيده جدا، والاس كازي كان سريع وكل حاجه. الشبكه وقتها كانت 1 جيجا بت، وكانت ايزوليتد ديديكيتد نتورك للاس كازي ماشي. المهم هوب في يوم كده الشبكه دي عندهم حصل مشكله في الشبكه كلها، الراوتنج تيبل الاو اس بي اف، لو حد فيكم شغال بالاو اس بي اف الراوتنج تيبل بتاع الاو اس بي اف هيس خلاص. فاللي حصل ان الماشينز ما بقتش قادره تكلم بعض، لا السيرفر عارف يكلم الاي اس كازي ولا الاي اس كازي عارفه تكلم السيرفر. فايه اللي حصل، بقى الناس يجي اكس الميل سيرفر، يجي يحاول يجيب الميلز من على الميل سيرفر، مفيش ميلز يا سعاده الباشا، مفيش ميلز موجوده خلاص، طلع له ايرور كده ظريف في الويب انترفيس وقول له مش عارف اجيب اي حاجه خالص يا باشا.
فطبعا الميل سيرفيس كلها وقفت والدنيا كلها وقفت، اصلا ما كانش حد واخد باله النتورك بتاعتهم، لان النتورك دي كده بالظبط كده كانت نتورك ديديكيتد بس للستورج، ما كانش حد واخد باله النتورك دي كده فيها مشكله او في اصلا مشكله في الراوتينج تيبل. كان كل المونيتورنج اللي بيحصل كان على مستوى الديفايس شغال ولا لا، مش عارف الاستاتس بتاعتها عامله ايه بالمانجمنت نتورك. خلي بالك ودي المشكله، المانجمنت نتورك كانت شغاله خلاص، فكان باين على المونيتورنج سيستم اللي موجود ان كل حاجه تمام والدنيا زي الفل، سيرفرات شغاله، لان طبعا في ديديكيتد نتورك للمانجمنت خلاص، ودي منفصله تماما، منفصله تماما، انفراستراكشر كامله منفصله عن بقيه الشبكه وعن بقيه الاوبريشنال نتورك اللي موجوده عندك خلاص. فبالنسبه للمانجمنت نتورك الدنيا كلها كانت تمام وزي الفل ومفيش اي مشكله، بس اللي حصل ان الاو اس بي اف ضرب في النص ما بين مين، ما بين الايس كازي وما بين مين، بين السيرفر او بين الميل سيرفر، الدنيا كلها وقفت حرفيا، الميل كله وقف، ما عادش لا بيرسند ولا بيرسيف ولا بيعمل اي حاجه خالص، مع السلامه كده. طبعا بعد لما الناس اكتشفوا المشكله وان في مش عارف مشكله في النتورك نفسها، الاو اس بي اف مش شغال والراوتينج مش شغال، عادي طبعا نعمل ترابل شوت، طبعا اعمل بينج من السيرفر ما يبنكش. طب ازاي يا عم مفيش حاجه اتغيرت على السيرفر؟ طب بص على الراوتينج تيبلز بتاعت السيرفر، اه مظبوطه. طب روح اعمل لوجن للايس كازي، اه مظبوط. طب ايه مفيش اي مشكله خالص؟ طب بص على الاستورج لوحدها، اه مظبوطه وشغاله. المهم في الاخر الحدوده يعني عرفوا المشكله واتحلت بعد حوالي 8 ساعات او 9 ساعات، اتحلت المشكله والدنيا رجعنا مره ثانيه. اضطريت بعد كده ان انا اعمل اب ماونت للايس كازي، وبعد كده اعمل له ماونت مره ثانيه خلاص، او اوقف السيرفيس بتاع الايس كازي انيشيتو كلها واعملها ستارت مره ثانيه، وبعد كده اعمل اتاتش الايس كازي اعمل لوج اوت، وبعد كده اعمل لوجن مره ثانيه. دخلنا في فيلم هندي اساسا، احنا ترابل شوت ونتورك ترابل شوت لحد ما المشكله اتحلت. اه المشكله اتحلت وكل حاجه، بس الداون تايم ده كان في حد ذاته يعني مصيبه يعني خلاص. تخيل عندك مؤسسه كامله مش عارفين ياكسسوا الميل سيرفر كل الفتره دي. طبعا بقى ايه، انا دماغي ضربت بقى، ايه يا عم ده، ايه الايس كازي ابن الكلب اللي مطلع عينينا ده، هو ينفع حاجه اسمها كده؟ طيب مفيش اي وسيله، مفيش اي وسيله اخلي الايس كازي ده او اخلي السيرفرز او الانيشيتورز يكلموا السيرفر باكتر من طريقه. حتى الان او وقتها كان كل تفكيري منصب هي شبكه واحده والموضوع انتهى خلاص. طب مفيش طريقه نخليهم واصلين عن طريق سكتين مختلفين؟ والله ممكن واحد فيكم يقول لي ما تعمل ايثرنت بوندنج، هقول لك بس استنى عندي الايثرنت بوندنج تمام، بس الايثرنت بوندنج مش هيعمل لك اللي انا بقول لك عليه. الايثرنت بوندنج هيديك ريدندنسي على مستوى الفيزيكال نتورك خلاص، بمعنى ان انت الانترفيس هيبقى عندك اب. طب ما في نفس الحاله دي كان الانترفيس اب، يعني السويتش ما كانش واقف، السويتش كان شغال خلاص ماشي كده. بس اللي حصل ايه، ما هو مش راوتر واحد، هما راوترين، هو مش راوتر واحد، انت مش فاهم النظريه، هما راوترين اصلا موجودين والراوترين مش شغالين او اس بي اف، بس المشكله ان الاو اس بي اف نفسه كراوتنج بروتوكول هيس، وده بيحصل كتير جدا. لو حد فيكم شغال مع النتورك، اللي حد فيكم شغال كده زي حالاتي ولبس في الاو اس بي اف مره، هيلاقي الاو اس بي اف ده بيهيس كتير جدا، او كتير جدا بيهيس، والراوتنج تيبل بتاعه ضرب، ولازم تعمل كلير او اس بي اف بروسيس خلاص. معرفش في حد فيكم شغال سيسكو ولا لا، لازم تروح تعمل كلير او اس بي اف بروسيس وتعمل لها ستارت مره تانية عشان ايه الدنيا تقوم مره تانية ويعمل كده. ممكن اقول لك بيقول لك ايه، بيكون الراوتنج تيبل من اول وجديد ويحسب مسافاته والديستانس اللي موجوده لحد ما يظبط لك الراوتنج تيبل تاني والدنيا تقوم خلاص ماشي. اه مش على طول، مش بقول لك على طول، بس انا بقول لك حصلت معايا، حصلت معايا. ما هو اللي بيحصل مع فلان النهارده ممكن يحصل معاك بكره ماشي. المهم رضي ابي يقول لك حل كونكت تو ذا سيم سويتش. طيب كونكت تو ذا سيم سويتش، كونكت تو ذا سيم سويتش ده على فكره مش حل عملي خالص، الكلام ده مش منطقي نهائي في الشبكات. هقول لك لسبب صغير، عاده بتكون لما شغال في داتا سنتر ولا حاجه ما بيكونش عندك اصلا، يعني ما فيش سويتش عنده السكيل ان هو يحط لك 300 400 سيرفر مع بعض، ما فيش سويتش بيعمل كده. ومش معقوله عشان توصل لي، انت الدنيا عندك جوه داتا سنتر خلاص، لو حد فيكم اشتغل نتورك ديزاين قبل كده او جوه اللانات، حتى يعني جوه اللان او جوه داتا سنتر، بيبقى الدنيا متقسمه بشكل بسيط جدا. في عندك الكور لاير، الكور دي متوصله للديستريبيوشن، والديستريبيوشن لاير دي متوصله للاكسس، سيرفراتك هتتوصل في الاكسس هنا
ده السيرفرز. خلاص كده؟ طيب فانت ما تقنعنيش ان كل السيرفرات اللي موجودة عندك هيتوصلوا على سويتش واحد، الكلام ده مستحيل في الحياة العملية. هتجيب انت سويتش منين اصلا يكفي كل السيرفرات اللي موجودة عندك؟ انا بكلمك على اقل راك بتتكلم بالميت في حوالي 25 سيرفر، ده بالميت. خلاص؟ فطبعا عملية مزعجة جدا. 25 سيرفر لو انت عامل ايثرنت بوندنج فانت عايز 50 بورت، ده بالميت. ده لو انت مشغل لي بورتين على كل سيرفر بس، مش هقول لك كل سيرفر فيه على الاقل 4 بورتس وشغال، يعني 4 في 25 عايز لك 100 بورت. خلاص؟ طيب الراك اللي جنبه كمان، طب لو انت عايز توصل سيرفر في الراك رقم 1 وهتوصل سيرفر في الراك رقم 12، هتجيب سويتشات منين تكفي الكلام ده كله؟ او هتجيب سويتش واحد منين يكفي الكلام ده كله؟ خلاص؟ هيبقى حلك الوحيد ان انت تروح تجيب هاي اند سويتش، زي بقى تروح تجيب لي مثلا سيسكو 6500 وانت طالع. 6500 ده في ممكن تحط فيه اعتقد يعني 48 بورت وتوصل مع ال 48 بورت دول 9 كروت، كل كارت بيشيل 48 بورت. خلاص؟ في الحاله دي ممكن اقول لك اه، بس يعني الحل ده اهو في خازوق كبير قوي. يعني ده 48 بورت لكل تشاسي، بتحط في التشاسي الواحده 9 كروت، ماشي كده؟ الحل ده فيه خازوق كبير قوي، ان الكور سويتش ده غالي جدا. مش معقوله كل ما تيجي توصل لي سويتشين ثلاثه هتروح تجيب كور سويتش 6500 ولا 6700 وتوصلهم لي. ده انت كده بتهرج بقى، ده كده هتخرب بيت الشركه اللي انت شغال فيها، ده كلام تهريج. يعني انت لما تيجي على السويتش الكورس الاكسس سويتش ده هتلاقيه ثمنه صغير جدا. امال هو معمول اصلا الدنيا متقسمه ليه بالمنظر ده؟ في عندك اكسس ليه وفي ديستريبيوشن ليه؟ خلاص؟ او محمد ناجي وصل، هو الراجل بتاع سيسكو يعني، محدش يقدر يتكلم محمد ناجي موجود يعني. خلاص؟ فيعني حل مش عملي جدا. طيب الحل العمل الثاني، الحل العمل الثاني او في حل ثاني عملي بقى احسن من الكلام ده كله، بدل ما اقعد اتعب نفسي واوصل الكلام ده كله، فانت ممكن تعمل حركه اصيع من الكلام ده كله. ازاي؟ بص انا عندي هنا السيرفر موجود اهو، ده الميل سيرفر اللي كان موجود، وده على فكره الحل اللي انا عملته اساسا في الاخر خالص، طبعا بعد ايه ما اقتنعت بالمالتي باث ده وبدات اشغله. ادي السيرفر موجود اهو، هوصله على سويتش هنا للشبكه، وهوصله على سويتش تاني خالص في شبكه تانيه خالص، ماشي؟ بعد كده هاجي على السويتش ده وهوصله بمين؟ بالايس كازي تارجت، ده التارجت. خلاص؟ وهاجي هنا الناحيه التانيه هنا واعمل ايه؟ وهوصله بالشبكه التانيه دي. ها ايه رايك؟ طيب في الحاله دي، في الحاله اللي موجوده عندي، طبعا الموضوع ما بيكونش بالبساطه دي، فانت ممكن تلاقي في النص فيهم راوترات موجوده هنا، وممكن تلاقي فاير وولز موجوده هنا، اعمل شبكتك زي ما انت عايز. اللي اقصده في الاخر ان هيكون عندك تو فيزيكال ديديكيتد نتوركس لمين؟ او ما بين مين ومين؟ ما بين الانيشيتور وبين التارجت، عشان لو الشبكه دي في يوم من الايام وقفت تفضل دي شغاله. خلاص كده؟ ماشي كده؟ يبقى الحل الطبيعي عشان الدنيا عندك تبقى هايلي افيلابل، تعمل اتنين نتوركس ديديكيتد مختلفين، كل واحده مختلفه عن الثانيه، كل واحده منفصله عن الثانيه، ملهاش دعوه بالثانيه تماما، وتوصل كل سيرفر او كل انشيتور للتارجت عن طريق طريقين او اكتر، براحتك بقى يعني، ماشي كده؟ ده اول حاجه هتستفيدها، ان هيكون عندك في ريدندنسي موجوده. اقول لك على حاجه كمان مش واخد بالك منها، الايس كازي عامه او المالتي باث، المالتي باث لو افترضنا ان الطريق ده شغال دلوقتي والطريق ده كمان شغال دلوقتي، ممكن تستغل ان الاثنين شغالين وتبعت وتستقبل داتا ما بين الانيشيتور والتارجت، ما بين الاثنين في نفس الوقت، ما بين الشبكتين في نفس الوقت. ده معناه ان هو هيديك ايه؟ هيديك نتورك سبيد اعلى بكتير جدا من لو انت مشغل شبكه واحده. يعني لو انت عندك 1 جيج نتورك كده كانك بتستخدم قد ايه؟ 2 جيج نتورك. خلاص؟ طيب السؤال بقى، طب ممكن واحد يقول لك يا عم طب بص انا هريح دماغي خالص وانا هشغل ايثرنت بوندنج بين الاثنين، يعني هحط كارتين هنا، يعني بلاش شبكتين، انا هعمل اهو كارتين اهما وهوصله كده وهوصله كده. هو انا لو وصلت كارتين مع الايس كازي
لو وصلت كارتين مع الايس كازي هاخد 2 جيج؟ هقول لك لا، الايس كازي بروتوكول من البروتوكولات الغبيه جدا في الحكايه دي، خلاص ومش هقول لك ذكي في الحكايه دي. الايس كازي عشان يشتغل ما ينفعش تعمل ايثرنت بوندنج بكل بساطه وانت كده خدت 2 جيجا بت، ما ينفعش ماشي، لازم تعمل مالتي باثنج. ولو حد فيكم اشتغل مع في ام وير هيفهم، هيكون فاهم الحكايه دي كويس جدا. دايما لما تيجي تعمل اتاتش الايس كازي ديسك موجود عندك، فانت لازم تروح على الايس كازي ديسك دون وتعمل له مانج وتختار تعمل راوند روبن، ايوه زي ما الراجل ده بيقول، الله يفتح عليك ماشي كده. طبعا الكلام ده مش بينطبق على في ام وير بس، ده بينطبق على في ام وير وبينطبق على هايبر في وبينطبق مع اسمه بتاع مايكروسوفت، اسمه مايكروسوفت ايه بتاع سيتريكس زن. اي ايس كازي تعمل لها اتاتش ما ينفعش تعمل بوندنج وتقول لك بس انا هاخد النتورك سبيد بتاعتي المجموع الكروت مع بعض، ما فيش حاجه اسمها كده، لازم يكون في طرق مختلفه توصل للشبكه عن طريقها ماشي كده ماشي. طيب وليه الحكايه دي بتتم، او ليه الموضوع ده بيتم؟ لان الايس كازي بيعمل الراوند روبن او بيقسم اللود عن طريق حاجه اسمها الراوند روبن خلاص، والراوند روبن اللي بيشتغل ده عباره عن اي بي بيزد ماشي كده ماشي. فلو انت عندك اي بي ادرس واحد واي بي ادرس ثاني هيانيشيت الكونكشن عن طريق كارت واحد منهم فقط لا غير، انما لما يكون عندك 2 اي بي على الانيشيتور و2 اي بي على السيرفر، فانت كده بتتكلم على 2 في 2 بكام؟ ب4 خلاص كده ماشي. عشان اوضح لك الحكايه دي انت ارسمها لك كده بكل بساطه هنا واقول لك بص ابقى الانيشيتور وده السيرفر اهو، القلم بس معجزني خلاص، التابلت ده انا هرميه واجيب واحد تاني المره الجايه ان شاء الله. بص لي كده ده متوصل اهو بكارت، وده بكارت تاني خالص، ده له اي بي هنا وفي اي بي تاني هنا وفي اي بي تالت هنا وفي اي بي رابع هنا، عندك 4 اي بي ادريسز، 2 على الانيشيتور و2 على التارجت خلاص. بص كده لو الشبكه دي لو دول كلهم كده في نفس السبنت، لو دول كلهم في نفس السبنت، ولو افترضت ان انت شغال على نفس السويتش زي ما الراجل ده بيقول وفي نفس الفي لان ده، هيقدر يكونكت على الاي بي ادرس ده ولا لا؟ وده هيكونكت على الاي بي ادرس ده ولا لا؟ يبقى كده كام طريق؟ ممكن من الانترفيس ده يروح لده او يروح لده، او من الانترفيس ده يروح لده او يروح لده، كده بقى عندك كام طريق ممكن يروح له؟ 4 طرق، كده بقى 4 طرق خلاص؟ طبعا ده في حاله ان كل انترفيس قادر يوصل للستورج، او كل انترفيس قادر يوصل للتو نتوركس بتاع الستورج اللي موجوده عندك خلاص. طب لو انت عامل سيت اب تاني بقى وعازل الشبكتين عن بعض زي ما احنا عمالين نقول، لو عازلهم شبكتين مختلفتين كده هيكون عندك كام طريق؟ من ده لده ادا واحد، ومن ده لده ادا اتنين. لكن لو الشبكه كلها فولي راوتد ايه اللي هيحصل؟ هيكون في دلوقتي عندك 4 طرق. لو مش هي فولي راوتد وعامل لها عزل كامل هيبقى عندك كام طريق؟ 2. ها حد واقع منه اي حاجه قلتها؟ ها اللي واقع منه حاجه يوقفني، ها حد يتكلم؟ طيب حد يقول اي حاجه؟ محمد ماهر مش طلع عقدك النهارده يعني ولا ايه؟ لا لا قول قول اشتم قول انا عارف. اسال اي سؤال من اسئلتك الغريبه يعني. تقلقش انا مستمع جيد جدا يعني. لا عيد تاني مين اتكل على الله؟ لا ما تسالش انا متاسفين يا حاج. كلام جميل. طيب ايه رايك ايه نبدا ايه نعمل الكلام ده كله؟ تعال
تعالى كده على الماشين دي، تعالى نفتح في ام وير اهي. ارمي التابلت ده بقى. واضح ان في موير اتجننت. نقفل دي كده. دي الورك ستيشن بتاع كلاستر اهي. تعالى اعمل لها كده ريسيوم كده. بالمناسبة على فكرة، حلو حلو الحتة دي. بالمناسبة عايز بس اقولك على حاجة، ان الايس كازي مش بيغني على الايثرنت بوندنج. الايس كازي مش بيغنيك عن الايثرنت بوندنج، انت ما زلت محتاج الايثرنت بوندنج عشان لو ايه، ها، لو كارت من اللي عندك وقف، او لو انت كنت موصل لسويتش خلاص، او انت كنت مش موصل لسويتش، انت كنت موصل بلا سويتش. بص سيب الحته دي كده، تعالى اقول لك على حاجه. حد فيكم عارف ان انت دلوقتي ممكن تجيب سويتشين وتضمهم على بعض كانهم فيزيكال سويتش واحد؟ ها، في السويتشات كده وانت شغال، لو انت وصلت لسويتشين اتنين مع بعض في نفس الوقت، في الطبيعي كان بيعمل لوب وكان بيضرب عندك السبانينج تري، كان بيضرب خلاص. لكن دلوقتي في حاجه بسيطه جدا، انت ممكن تعمل ايه، تجيب سويتشين وتعملهم ستاكد مع بعض. في حاجه اسمها ستاكينج. الستاكينج ده بتوصلهم بكابل كده من ورا، الكابل ده بيخليهم كانهم فيزيكال سويتش واحد خلاص. فانت ممكن تعمل بوندنج وتوصل الانترفيس الاولاني بالسويتش الاولاني والانترفيس الثاني بالسويتش الثاني، وهيفضلوا كانهم متوصلين بسويتش واحد، والسيرفر مش هيعرف انهم متوصلين لسويتشين مختلفين عن بعض خلاص. الستاكينج بكلمك على كلاستر على الفيزيكال ليفل مع نفسه خلاص، كانك كده جبت السويتشين ولحمتهم في بعض وبقوا سويتش واحد، ضربتهم في الخلاط طلعت سويتش واحد، ده الستاكينج خلاص. فالبوندنج مش هيمنعك او مش هيكون بديل ليك عن، او اسف، الايس كازي مش هيكون بديل ليك عن البوندنج. في الاخر انت محتاج البوندنج عشان توفر اللاير 2 ريدندنسي او اللو ليفل ريدندنسي بتاع النتورك بتاعتك. ماشي، ها، وصل الحته دي ولا عيد تاني؟ تعال كده نشوف كده، ربنا كرمها. الحمد لله قامت اهي. طيب اسأل يا حاج.
لا هنعمل ريستارت طبعا زي كل مرة، اكيد 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 هنعمل ريستارت، ما تقلقش. في ام وير بنت حلال قوي يعني، عشان كده اصلا ريد هات، لو انت لو حد فيكم ربنا كرمكم يعني، هيقول لك ريد هات نفسها تقول لك انا مش بسبورت الكلاستر على حاجه زي كده يعني. امال بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اعمل سسبند، اعمل ايه طيب؟ ماك ماشين تعمل لها ريستارت اهي، تعالي النود دي. ماشي الماشين التانية. ها يا مسهل، هو التالتة تعمل ريبوت اهي. وأي رابعة كمان، تعالى بقى ايه نكونكت على نود ايه. المفروض النود دي اشتغلت. بس خلاص للاسف احنا المفروض كنا نعمل ريبوت للورك ستيشن، انا نسيت لازم ريبوت الورك ستيشن نفسها. خلاص فعلى ما تعمل ريبوت كده تعالى نتناقش في اي حاجه. لا ده احنا لسه هنتكلم على على الديزاين بتاع الكلاستر نفسه. ده الديزاين بتاع الكلاستر ده هنتشكل فيه مع بعض ان شاء الله. ده اللي هيبقى خراب بيوت. لما تيجي تقول لمديرك في الشركه كده انا لازم اعمل كلاستر، او هو يسالك انا لازم اعمل كلاستر ويكون في عندي هاي افيلابيلتي في النتورك بتاعتك وفي السيرفرات وفي السيرفيس اللي موجوده عندك، ده هيبقى يوم الشكل ان شاء الله. لان انت حرفيا هتطلب اربعه ديديكيتد نتوركس للكلاستر، واحده هيكون عليها السيرفيس اللي الكلاينت هيأكسسه منها، الثانيه هتكون المانجمنت نتورك بتاعت الكلاستر، خلاص، الثالثه بتاع الايس كازي الاولانيه، خلاص، والرابعه بتاع الايس كازي الثانيه. وما بين الايس كازي الاولانيه والثانيه هيكون عندك مالتي باث، خلاص، يبقى انت كده عندك اربعه نتوركس مختلفين، واحده للمانجمنت عشان بس تكونكت على الكلاستر دول وتبدا ايه تعدل الكونفيجريشن بتاعه وتبدا تاس اس اتش على الماشينز اللي احنا بنسميها عندنا الاوت اوف باند مانجمنت نتورك، دي الاولانيه. الثانيه اللي هيكون عندك اللي فيها ايه الكلاينتس، الكلاينتس اللي جايين من بره، لو انت عندك ويب سيرفر وناس بيأكسسوا من بره من الشارع ولا من البيت، ما الناس هيأكسسوه على اي بي، دي الشبكه الثانيه. الشبكه الثالثه هتكون للايس كازي، ودي الشبكه البرايمري بتاع الايس كازي، والثانيه هتكون السكندري بتاع الايس كازي. خلي بالك
احنا هتلاقي في الكورس ده احنا مركزين كتير جدا على الستورج، لان 3 ارباع خوازير الكلاستر بتيجي من ناحيه الاستورج، 3 ارباع الخوازير بتيجي من ناحيه الاستورج فعلا. تخيل لو انت عندك الكلاستر ومش والاستورج مش اكسسبل، يا دين النبي انت كده الكلاستر سيرفس كلها وقفت، مع السلامه خلاص. وليه دايما يعني في سؤال كده ممكن واحد يقول لي، هو انا ممكن ابني الكلاستر كله على بعضه كده على نتورك واحده؟ على فكره اه ممكن، مفيش اي مشكله خالص، يعني انت ممكن تعمل كل حاجه في كلاستر على نتورك واحده، بس اليوزرز على النتورك والاوت اوف باند على نفس النتورك والايس كازي واحده على النتورك دي، ومفيش ايس كازي 2 اصلا مش موجود. بص اعمل اللي انت عايزه، بس انت مش واخد بالك من خازوق. لو اللود زاد على النتورك الاولانيه ايه اللي هيحصل؟ او النتورك الاولانيه اللي فيها الكلاينتس عندك، وليكن ده اف تي بي سيرفر والناس قاعدين يعملوا ابلود وداونلود للاف تي بي سيرفر ده خلاص، والباندوث عندك ما بقتش مستحمله، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديلي كبير جدا على ايس كازي، النتورك عندك ما بقتش مستحمله، هتعمل ايه؟ هتقولي طب ما انا ممكن اعدل التايم اوت بتاع الايس كازي، ما خدنا المره اللي فاتت حد يكون فاكر التايم اوت بتاع الايس كازي؟ التايم اوت حد فاكره؟ ممكن اعدل التايم اوت، هقول لك برده هتعدله لحد قد ايه؟ انت ممكن تعدل التايم اوت 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانيه، بس انا بكلمك دلوقتي على شبكه يا بص عليها كميه ضغط رهيب، فالضغط الرهيب ده ايه اللي هيحصل لك او هيعمل فيك ايه؟ هينفخك بس بكل بساطه. ربنا كرم هي وقامت. انا عندي نود دي بتقوم اهيا، طبعا انا بقوم نود دي ليه؟ سؤال ممكن حد يسالني، انا ليه بقوم نود دي الاول قبل نود A و B و C؟ مش نود دي اللي احنا كنا عملنا عليها الايس كازي ستورج صح؟ مش هي الايس كازي تارجت بتاعنا؟ حد فاكر مين المفروض تقوم الاول، الايس كازي تارجت ولا الايس كازي انيشيتور؟ مش المفروض التارجت الاول صح ولا كلامي غلط؟ فانت خليك ذكي جدا، يعني حتى لو انت عندك فيرتشوال انفايرمنت، حتى لو انت شغال بفي ام وير ماشي كده، مش هقول لك ما تشتغلش في ام وير، حتى لو انت شغال في ام وير او شغال بريف وعباره عن فيرتشوال ماشينز الانفايرمنت كلها بتاعتك، حاول يخلي او حاول تخلي يكون في ديلي ما بين التارجت اللي المكنه التارجت اللي هتقوم وما بين بقيه الماشينز الانيشيتورز اللي هيقوموا خلاص. ممكن تيجي كده على الفي ام ده وتعمل له ديلي، على فكره ده كونفيجرابل فاليو موجوده في ام وير وفي ريف وفي كل الفيرتشوال انفايرمنتس، تقول انا عايز الماشين دي تقوم وبعد بقيه الماشينز تقوم بعدها ب 20 ثانيه مثلا، عايز تديها وقت ان هي تكون قامت فيه قبل مين؟ قبل بقيه الماشينز اللي موجوده، بحيث ان التارجت يكون موجود على الشبكه والدنيا تمام قبل ما الانيشيتورز اصلا يقوموا. خلاص كده؟ ماشي، ادي يا سيدي التارجت قام، تعالى نعمل مين؟ ستارت النود A كده. اسف نود A. فايرس ليست كده، انا عندي نود A قامت ونود D قامت. طيب انا هجرب الايس كازي مالتي باث على نود من النودز اللي موجوده وليكن نود ايه، وتعالى نجرب عليها ماشي كده. طيب تعالى كده نحاول نبدا نكونكت بقى. الاول نعمل كده SU عملت لوجن على نود دي اهي من غير اي مشاكل خالص. بس خلاص انا بقيت على نود A. ممكن تيجي كده وتقول له مين؟ الاول اي اف كونفج. لو حد فيكم فاكر المره اللي فاتت انا كان عندي اي تي اتش 0 كان موجود وعندك اي ان اس 9 كان موجود خلاص. ايثرنت 0 كان عليه مين؟ السيرفيس بتاع الكلاستر، واي ان اس 9 ده كان عليه مين؟ ها حد فاكر؟ اي ان اس 9 كان عليه مين؟ كان عليه ايس كازي واحد صح؟ فالمفروض دلوقتي يكون عندي فيه اثنين شبكتين اثنين مختلفتين للايس كازي
دي كانت اول شبكه لايس كازيا هي اي ان اس 9. هتلاقي برضو شبهها بالظبط، واحده شبهها بالظبط موجوده هنا واسمها اي ان اس 9، ده كان الاي بي بتاعه 4 وده كان الاي بي بتاعه كام؟ 1 10001 وده مين؟ 10004. طب كلام جميل. المفروض انت عندك ايس كازي عايز تعمل مالتي باث، المفروض يكون عندك في شبكتين لمين؟ للستورج، شبكتين مختلفتين للستورج. خلاص، فانا كده عندي واحده بس، المفروض اعمل مين؟ المفروض اعمل الثانيه. تعال المفروض بقى دلوقتي اضيف شبكه للمكنه دي وشبكه ثانيه لمين؟ للستورج. وبعد كده نظبط الايس كازي تارجت، نقول له يا تارجت انت هيبقى عندك اثنين بورتال هتلسن عليهم، هيكون عندك كارتين تلسن عليهم خلاص، او اثنين اي بي ادرس تلسن عليهم ماشي. بعد كده اروح للايس كازي انيشيتور وابدا اعمل له ايه ديسكفري وابدا اشتغل. يلا تعالى نعمل الكلام ده كله، موضوع بسيط جدا. تعالى نعمل الكلام ده. تعالى كده على نود ايه، افتح لي نود ايه ديا، هات التفاصيل بتاعتها، وتعالى اد هاردوير، وهضيف له نتورك انترفيس كارد جديد، وهخلي نتورك انترفيس كارد ده متوصل بالشبكه. الاول الانترفيس القديم اللي انا كنت ضايفه المره اللي فاتت كان نوعه ايه؟ انا كان عندي اثنين، واحد بريدجت والتاني كان نت اهو. حلو جدا، تعالى اضيف واحد جديد نت برضو. تعالى اضيف ده فين يا سيدي؟ نتورك، وهخلي ده كمان نت ماشي كده، وهقول له فينش. تعالى كمان نفس المكنه دي المكنه الثانيه، وتعالى اد هاردوير نتورك، وهخلي ده كمان نات، وابدا اشتغل عليه. خلاص كده زي الفل. تعالى بقى اعمل ايه، اي اف كونفج هنا الاول، لسه ما ظهرش اهون، ظهر اهو اي ان اس 10 ظهر، اي ان اس 10 ظهر اهون الحمد لله، ربنا كرمه اهون وظهر عندي. طيب كلام جميل. تعالى بقى كده ايه اعمل ايه، ان ام سي ال اي كونكشن شو، مش موجود عندي اصلا كونكشن له، ان ام سي ال اي كونكشن اد تايب بتاعه ايثرنت، الكونكشن نيم هسميه اي ان اس 10، الانترفيس نيم اي ان اس 10 برضو، عملت بروفايل، بعمل بروفايل اسمه اي ان اس 10 اهون، وهربطه بالانترفيس الفيزيكال انترفيس اللي اسمه اي ان اس 10، واوتو كونكت بيعمل اوتو كونكت ايوه خلاص كده. طب بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي اي ان اس 10، هقول له ايه، انا عملت اوتو كونكت صح، عملتها المره اللي فاتت. طيب فاضل لي ايه كمان، اي بي في 4 مثلا الاول دوت ميثود مانيوال، ايه كمان اي بي في 4 دوت ادرس 10.0.1.1/24، ده السبميت بتاعتي خلاص كده. ان ام سي ال اي كونكشن داون اي ان اس 10، وان ام سي ال اي كونكشن اب اي ان اس 10، اي اف كونفج كده. ها انت اي ان اس 10 بص كده، انا كده بقى عندي فيه سبنت هنا للانترفيس ده ديديكيتد نتورك لده، وفي ديديكيتد نتورك ثانيه لده خالص ماشي كده. طيب نفس الكلام هعمله فين؟ تعالى كده اعمل هيستوري كده. تعالى يا سيد ناخد الكلام ده كله عشان ما نقعدش نضيع وقت. فيم تيست دوت اس اتش كده،
وده بس كل غيره مع المعلم ده، بدل ما هو 10 0 1 1 هخلي 10 مين 0 1 4. بعد كده sh test dot sh، يا سلام تعالى كده بينج 10 0 1 4 بيبنج على نفسه. طيب بيبنج على المكنة التانية، اه شايفين بعض. ها ايه رأيك؟ حد مش فاهم ايه اللي حصل؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب تعال نكمل كده بعد ما الشاشة وقفت. ده هو كل اللي عملته. لو حد فيكم فاكر السكريبت بتاع المرة اللي فاتت دي، فتحتها وعدلت فيها الاوامر، بدل ما كان بياخد المكنه اللي هي اسمها نود دي ديم، بدل ما هتاخد اي بي 10 زي او هديها اي بي 10 0 1 4 خلاص كده. يبقى انا كده عندي كل مكنه كده عليها اثنين انترفيسز للاستورج، ده اثنين، ده الاستورج الاولانيه وده الاستورج الثانيه، ده اي ان اس 9 وده الاي بي بتاعه، وده اي ان اس 10 وده الاي بي بتاعه مختلف عنه. ها حد واقع منه الفكره دي؟ ها حد واقع منه الفكره دي يا شباب؟ اللي واقع منه حاجه يقول اكمل. حلو قوي. تعال بقى نسطب كده المالتي باث ونبدا نشتغل. تعال نسطب مين المالتي باث ونبدا نشتغل. كلام جميل. المالتي باث بالمناسبه انت مش محتاج تسطبه على التارجت، المالتي باث انت محتاجه على الانيشيتور. خلاص تاني الحته دي، تاني المالتي باث انت مش محتاجه على التارجت نهائي، انت محتاجه على الانيشيتور، لان الانيشيتور هو اللي بيطلب الكونكشن. صح، مش الانيشيتور هو اللي بيبدا اصلا السيشن، بما انه اللي بيبدا السيشن من البدايه اصلا، من البدايه خالص، فهو المفروض المالتي باث يكون على الانيشيتور مش على التارجت خالص. التارجت ما هو الا عباره عن ايس كازي سيرفر لا اكتر ولا اقل، ماشي؟ فهو دمب ديفايس ما بتفهمش اي حاجه الا كونكشن جاي لها عايز يعمل حاجه معانا مع الاستورج. والله الكونكشن جالها ومسموح له، خلاص خير وبركه. ما جالهاش ولا او مش مسموح له مش هتعديه، بس لا اكتر ولا اقل، ماشي كده؟ طيب تعال نرجع بقى لموضوعنا مره ثانيه. تعال اروح على نود ايه هي، ادي نود ايه اللي موجوده عندي. تعالى كده اقول له يام سيرش كده مالتي باث كده، اسم الباكج ايه؟ اول اسم الباكج اللي موجوده عندي اسمها ايه؟ ديفايس مابر مالتي باث، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعالى نعمل لها انستول كده، يام انستول ديفايس مابر مالتي باث. كان على 192 168 128 188 128. طيب الاي بي بتاع المكنه دي ايه؟ سيرفيس اتش تي بي دي ريستارت. فايروول داش سي ام دي اتش تي بي و اس اس اتش. طيب ماونت ديف سي دي روم تحت فار دبليو 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 اتش تي ام ال ار هيل. في الحالة دي احنا ممكن حلو، جاب هو جاب الريبوزيتوري وكل حاجه تمام، بس قال لك ان ديفايس مابر مالتي باث اصلا انستولد عندك، وده شيء ممتاز. يبقى الديفايس مابر مالتي باث باي ديفولت انستولد. طيب ملف الكونفيجريشن بتاع الحاجه دي فين؟ ملف الكونفيجريشن بتاع الحاجه دي المفروض ملف الكونفيجريشن بتاعها هتلاقيه موجود فين؟ هتلاقيه في قلب اي تي سي مالتي باث، المفروض يكون اسمه مالتي باث دوت كونف. خلاص بس مفيش ملف كونفيجريشن. في والنبي سيرفيس هتقوم من غير كونفيجريشن؟ بالله عليك مفيش سيرفيس من غير كونفيجريشن. انت محتاج الاول تجنريت ملف الكونفيجريشن بتاع السيرفيس دي، خلاص؟ فدي اول حاجه انت محتاجها. يبقى تاني مبدئيا انت محتاج تجنريت ملف الكونفيجريشن بتاع السيرفيس دي. طيب شيء ممتاز. تاني حاجه انت قبل ما تعمل اي حاجه لازم الاي اس كازي سيرفيس عندك تكون شغاله، ودي احنا اتاكدنا ان هي شغاله المره اللي فاتت.
طيب تاني حاجة كمان، انت محتاج تكون الايس كازي اللي موجودة عندك دي مالها يا ريس؟ ها محتاج تكون مالها، ها محتاج تكون اكسسبل من طريقين مختلفين. فاكر؟ فاكر لو انت فاكر كده اف ديسك ماينس ال، اف ديسك ماينس ال. بص انا عندي في دي اي بس اللي موجود، طب مش انا كنت عامل شير من دي ديا؟ لو جيت اقول له كده فاير وول داش سي ام دي ليست اول، بص عندك كده هو بيسمح بورت 3260. طيب السيرفيس بتاع التارجت دي موجوده، سيستم كنترول ستاتس بص السيرفيس بتاع تارجت دي، السيرفيس بتاع الايس كازي احنا نسينا من المره اللي فاتت نخليها ان هي تكون بتبوت او بتشتغل والجهاز بيبدا. خلاص طيب كلام جميل. فانا ممكن اعمل ايه؟ سيستم كنترول ريستارت تارجت، سيستم كنترول انيبل تارجت. تعالى كده اقول له وريني الاستاتس بتاعتها، ده كلام زي الفل. بعد كده اروح على الانيشيتور هقول له سيستم كنترول مين كمان، او قبل ما اعمل ده كمان تعالى كمان على التارجت، على التارجت نفسه بقى، تعالى كده على التارجت. لو جيت اقول له كده تارجت سي ال اي، تارجت سي ال اي ده لو جيت اقول له كده ال اس، بص عندي كده انا كان في عندي انا بشير حاجه اسمها ايس كازي ستور، ومساحتها دي هي بتريبريزنت مين عندي؟ بتريبريزنت ديف اس دي اي، مساحتها 10 جيجا خلاص، ودي حالتها اكتيفيتد، وبيكتب عن طريق حاجه اسمها رايت ثرو. في حد فيكم يفكرني اكلمكم على المودز بتاعه الرايتنج على الديسك؟ في عندك حاجه اسمها رايت ثرو، في رايت باك، في شويه حاجات كده، حد فيكم بس يبقى يفكرني اقول لكم عليها يعني بالصدفه يعني لا بالنفس سكتني يعني. خلاص ماشي، ده الحاجات دي عندك يا محمد عشان بقى ايه نتناقش فيها بعد كده ان شاء الله. ما علينا، المهم نرجع تاني. عندي ايس كازي، انا السيرفر بتاعي مسميه بالاسم دون. عندي اي سي ال لنود A ونود B ونود C، يبقى الماشينز اللي ليهم الاسماء دي هم اللي هيحاولوا يكونكتوا عليا ومسموح لهم، والاكسس بتاعهم اهو قدامك ريد رايت ريد رايت ريد رايت. ده كلام جميل. كل ده المره اللي فاتت انا عندي كام لان معمول لها شير؟ لان 0 اهي معمول لها شير، ولان 0 دي بتريبريزنت انهي بلوك ستورج او انهي باك ستور. لان 0 دي بتريبريزنت الباك ستور اللي اسمه ايس كازي ستور اهو، شايفه اهون. ده كلام جميل. كان عندي كام بورتال كمان؟ انا عندي بورتال 10004، فالمفروض اضيف البورتال الثاني كمان الجديد اللي انا لسه عند اللي عندي دوت. فانا ممكن اعمل ايه كده؟ اقول له سي دي كده، هروح لحد بورتالز واجي هنا اقول له كرييت، هعمل على الاي بي اندرسكور ادرس اللي هو 10.0.1.4 كمان، والاي بي اندرسكور بورت 3260. خلاص كده. بعد كده تعالى اعمل اكزيت وجيت اقول له اس اس داش ان تي ال بي. اس اس دي عملت ريبليس لمين؟ لنت ستات. خلاص انا كده عندي بلسن على انهي اي بي ادرس؟ انا بلسن على 10.0.0.4 على البورت ده، وبلسن على 10.0.1.4 على البورت ده. ها ايه رايك اللي انا عملته؟ حد وقع منه اي حاجه؟ يبقى انا كده خليت التارجت، خليت التارجت ايه يلسن على اتنين انترفيسز مختلفين عشان الايس كازي كونكشنز اللي جايين. خلاص واحد اسمه ايه ناس 9 باي بي 10004، والتاني اسمه ايه ناس 10 ب 10014. ها حد وقع منه اي حاجه؟ كده التارجت والحمد لله انتهى. خلاص شكرا. طيب تعالى كده اروح على الانيشيتور، سيستم كنترول موجوده اهي، ستاتس ايس كازي. الايس كازي اللي عندي ده اكتف اكزيتد ودي انيبلد وحالتها لودد. طيب الاول سيستم كنترول ريستارت ايس كازي. خلاص كده ماشي. اف ديسك ماينس ال ده ايس كازي دي
وايس كازي. ماشي. طيب كلام جميل. لس كده var lib iscsi nodes اهي دي النود اللي كانت موجودة عندي المرة اللي فاتت. ده كلام ممتاز. طيب حلو جدا. تعالى كده ثانية واحدة. تلنت 10.0.0.4 3260. بص وانت بترابل شوت الايس كازي، وانت بترابل شوت الايس كازي عايز تعرف هل الكلاينت قادر يوصل للايس كازي تارجت ولا لا، هل الانيشيتور قادر يوصل للتارجت ولا لا. خلاص بص، في طريقة، في طريقتين اصلا انا بستخدم طريقتين حلوين جدا. الطريقة الاولانية بستخدم التلنت، والتلنت دي طريقة عبقرية. خلاص ازاي؟ بحاول اتلنت من الكلاينت على السيرفر واقول له انت لما تكونكت على السيرفر هتكونكت على بورت كام. لو حصل ان الكونكشن مسموح وزي الفل وتمام ومفيش اي مشكلة هيقول لك كونكتد. لو الكونكشن مش مسموح او مش قادر يوصل الهوست او ان في مشكله في النص بينهم من الاخر، مشكله بقى فاير وول بقى، مشكله نتورك، مشكله مش عارف ايه، مش يقدر يكونكت على السيرفر دون او مش يقدر يكونكت على التارجت ده، ويطلع يديك على وشك بالقلم. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه بتاعه التلنت دي بتستخدم بس تي سي بي بوردز فقط. ماشي كده. طيب لو افترضنا ان انت عندك سيرفيس، انسى بقى الكلاستر خالص، انت عندك سيرفيس وليكن اسمها مصطفى، والسيرفيس دي بتلسن على يو دي بي بورد. فانا بستخدم تول كده صغيره قوي اسمها نت كات ان سي، لو حد فيكم يسمع عن نت كات. خلاص نت كات دي برضو عبقريه جدا. نت كات دي بقى ممكن تلسن، او اسف، ممكن تنيشيت كونكشن تي سي بي يو دي بي، ممكن تتشقلب اساسا، ممكن تمشي على الحيط بيها. خلاص نت كات دي رهيبه يعني، فاعرفهم لنفسك يعني، مش بجبرك تستخدم اي واحده فيهم، بس اعرفهم لنفسك. فتعالى هنا كده، انا عايز اقول لك الكلاينت كونكتد مع السيرفر ولا لا. بص لو جيت اعمل تلنت على الاي بي ده للبورت ده، مش ده الاي بي بتاع التارجت اهو، بص ايه اللي حصل. قال لك هنا كونكتد والدنيا تمام، مستنيك. خلاص متشكرين يا سيد، متشكرين. خلاص يا حاج ماشي. طيب عايز اتاكد ان قادر اوصل، هل البورت الثاني شغال؟ ايوه البورت الثاني شغال. بس خلاص متشكرين، مش عايز اكتر من كده، كتر الف خيرك. ها شفت؟ يبقى لو انت عندك ايس كازي وعايز تشوف البورتال ده هل هو اب اند راننج ولا لا، قادر توصل له ولا لا، ولا ايه نظامه، ممكن تستخدم يا اما تستخدم مين، يا اما تستخدم التلنت، يا اما تستخدم مين، ها، يا اما تستخدم النت كات. طيب كلام جميل وزي الفل. تعالى بقى نعمل ايه، تعالى ايه نكمل اللي احنا عملناه. ممكن اجي هنا كده واقول له ايس كازي اد داش ام نود، هستخدم مود اللي هو نود، هقول له كده استخدم نود الاول. احنا كنا عملنا ديسكفري تقريبا صح. طيب تعالى كده انا تعالى اعمل ديسكفري تاني، داش ام ديسكفري داش تي سن تارجتس البورتال 10.0.0.4. خلاص والبورتال اللي هو 10.1 او 10.0.1.4. طيب كلام جميل، ده زي الفل. ماشي كده زي الفل. ماشي تعالى كده اقول له ايس كازي اد داش ام نود داش التارجت اللي اسمه اهو من البورتال 10.0.0.4 داش ال. ماشي ده كلام جميل. ايه كمان؟ هستخدم البورتال اللي على الاي بي الثاني. خلاص
يبقى انا كده بكونكت من كام بورتال؟ بكونكت من اتنين بورتال، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. اف ديسك ماينس ال، بص عندك كده اهو، عندك ديف اس دي اي واحد اهو، اسف ديف اس دي اي موجود اهو، وكنا عملنا عليه بارتيشن المره اللي فاتت، اس دي اي واحد موجود برضو. ها واضحه الحكايه دي؟ بالتالي لحد النهارده ما فيش اي حاجه جديده خالص احنا قلناها. طيب كلام ممتاز. فاضل لي ايه؟ بالمناسبه كمان في عندك امر حلو قوي كده اسمه ال اس بلوك، لو حد يكون خد باله منه. ال اس بلوك ده هيعرض لك او هيوريك ايه؟ هيوريك ايه؟ الديفايس اللي موجوده عندك. بص كده ال اس بلوك بيقول لك ايه؟ انا شايف اس دي اي واحد، او شايف اس دي اي ومنه بارتيشن اس دي اي واحد، وشايف اس دي بي ومنه بارتيشن اس دي بي واحد. بص من غير المالتي باث ايه اللي حصل؟ اف ديسك ماينس ال كده، بص ايه الخازوق اللي ظهر عندك؟ بص بص حد فيكم واخد باله ايه اللي حصل؟ يا دين النبي، حته دين خازوق انت مش واخد بالك منه. شاف الديفايس اللي جايه من البورتال بتاع اي ان اس 9 باسمها اس دي اي، وشاف الديفايس اللي جايه من البورتال اللي جاي من الانترفيس اللي اسمه اي ان اس 10 باسم اس دي بي. يعني هي انت في الاخر عندك ديفايس واحده شافها باسم اس دي اي من طريق، وشافها باسم اس دي بي من طريق تاني. شفت الكلام بقى؟ ده كلام اي كلام في الهوا ده بقى، ده كلام انت بتهرج بقى. يعني انت عايز تعمل مالتي باث عشان توصل لديفايس واحده بقيت شايفها مرتين؟ انت كده بقيت زي اقول لك ايه، شفت الاحول اول ما لابس نظاره مش عارف شكلها عمل ازاي، بقى بيشوف الحاجه مرتين اتنين بالظبط. طبعا ده كلام تهريج بقى ايه، صح؟ طبعا ايه، نخش في المالتي باث بقى واوريك بقى ايه اللعبه معاه. تعال نرجع للمالتي باث كده، مفيش مالتي باث اصلا كده، مفيش مالتي باث، مع السلامه. تعال نجرب المالتي باث بقى. الاول ال اس اي تي سي مالتي باث، مفيش كونفيجريشن، عمال اكتب تاب من الصبح مفيش، ما بيعبرنيش خالص. طيب تعالى كده، تعال نجدد ملف الكونفيجريشن، ممكن اقول له كده مالتي باث الاول قبل اي حاجه ام باث كونف داش داش انيبل، مالتي باث كونف داش داش انيبل. خلاص لما كده عملت له انيبل، بص كده لو جيت افتح فيم اي تي سي مالتي باث اوتوماتيك، ايه اللي حصل؟ ظهر لك ملف اسمه مالتي باث دوت كونف، ما جبتوش من عندي، هو اوتوماتيك جابه، ظبط نفسه مع نفسه ايه بس كده، حط لك الملف. تعال نفتح الملف ده كده، بص اوتوماتيك هو حط لك شويه ديفولتس، قال لك يوز فريندلي نيمز، يوز فريندلي نيمز، وقال لك عارف من غير فريندلي نيمز هيجيب لك ايه دلوقتي؟ هيجيب لك اسماء ملعبكه، هوريها لك دلوقتي. بس فايند مالتي باثز، بقول له اوتوماتيك هيديتكت المالتي باثز وايه؟ وهيتعامل معاها. بمناسبة الديسك هيديتكت الديسكس اللي هي، او هيديتكت المالتي باث ديسكس عن طريق مين؟ عن طريق ال WWID. حد فيك سمع عن كلمة WWID دون؟ ها؟ محمد ناجي، انت يا عم بتاع الداتا سنتر انت. ال WWID، بص ال WWID ده عبارة عن رقم كده مميز بيميز الديفايس اللي موجودة عندك دي، او الشيرد ران اللي موجودة عندك. خلاص كده ماشي، هو رقم مميز جدا هيميز لك اللان اللي انت عامل لها اتاتش دي. والرقم ده لو الديفايس اسمها اس دي اي، اس دي بي، اس دي سي، اس دي اي، ايا كان اسمها، بيشوف الديفايس اللي بنفس الاسم ويضمها لنفس المالتي باث. بالمناسبه عمرك ما هتلاقي اتنين ديفايسز ليهم نفس ال WWID او ليهم نفس الرقم. خلاص ماشي. طيب كلام ممتاز. تعالى نعمل ايه؟ تعالى من غير اي حاجه كده اصلا، لو انت عملت ام باث كونف، هو عمل لك اصلا شويه حاجات، وعمل لك بلاك ليست، عمل لك شويه كلام كده، وفي الاخر بلاك ليست ما عملش فيها حاجه. المهم تعالى نرجع من الموضوع دون. تعالى كده اقول له اف ديسك ماينس ال دلوقتي
عندك VDA موجودة، عندك ديف SDA وعندك ديف SDB. طيب بص قبل اي حاجة كمان، هو حلو ان هي جت في دماغي، لو انت عايز تعرف ال WWID بتاع اي ديسك عندك، لو عايز تعرف ال WWID بتاع اي ديسك هتعمله ازاي؟ انا عندي ديسك عمل له اتاتش من فار بلوك. ايه يا عم انت هتجنن نفسك كده ليه كده العذاب ده؟ المالتي باث نفسه الباكج نفسها هتلاقي نازل لك معاها، او مش الباكج ممكن تقول له كده يوزر لب، كان يوزر لب يوديف على ما اعتقد، صح يوديف تقريبا. ايوه هتلاقي في عندك، ايوه الله يفتح عليك، سكازيا اي دي اهون. ممكن سكازا اي دي تستخدم معاه شويه اوبشنز كده بسيطه، زي مثلا سكازيا اي دي داش داش هيلب كده، كانت الاوبشنز اللي معاه ايه. ممكن اقول له كده الديفايس بتاعتك هي ديف اس دي اي، فين فين فين. طيب من سكازي اندرسكور اي دي، طيب الاوبشنز كانت ايه يا سيدي وربنا ما فاكرها اساسا. طيب استنى كده عليا، اعتقد داش جي ديف اس دي اي كده بس كده ماشي. ممكن تستخدم معاه اوبشنز داش جي وداش يو عشان تقول له الديفايس، داش جي وداش يو داش يو هعدل له الديفايس اللي انا عايزها، داش جي هيعرض لك ال WWID بتاعه. بص عندك كده ال WWID بتاع اس دي اي وبتاع SDB، بص كده هل هو نفس ال WWID؟ بص كده عليهم كويس. طب بص لو رحت ال VDA، هك عندنا VDA اصلا F disk كده minus L، VDA مش هتلاقي له اصلا WWID ملوش، بس بص بتاع SDB وبتاع SDA اتنين شبه بعضه بالظبط بالملي، خلاص مش كده؟ ها واضحة؟ طيب كلام جميل، تعال بقى ايه قبل اي حاجة بص كده ls slash dev في عندك مابر كده، لا مش موجود. طيب كنت عايز اعمل ايه؟ ماشي مالتي باث كده داش ll مالتي باث ال ال بيقول لي نو اف سي هوست ديفايس. طيب كلام جميل، ده معناه ان المالتي باث سيرفيس مش موجوده اصلا او مش شغاله اصلا. طيب ممكن اجي كده سيستم كنترول، المفروض اعملها الاول اساسا. الاول هقول له ريستارت مالتي باث ديوت سيرفيس، اهو ده كلام جميل. سيستم كنترول كمان هعمل لها انيبل، عملت لها انيبل سيستم كنترول كده تعجيب الستاتس بتاعتها.
سلام بقت شغاله، انا كده عملت لها ستارت وعملت لها انيبل وبقت الدنيا عندي تمام. طيب كلام جميل. بعد كده اقول له مالتي باث داش ال ال، بص لي كده عندك بقول لك نو فايبر شانل هوست ديفايس مش عارف فور هوست مش عارف داش واحد. بص انسى السطرين دول كده في الاول، ده عشان فايبر شانل احنا ما عندناش اصلا فايبر شانل. وبص عندي كده ايه اللي احنا مسكناه هنا، بص كده ايه اللي مسكناه، عمل عندي ديفايس اسمها ام باث اي، وام باث اي ديا ده الدبليو دبليو اي دي بتاعها اللي احنا كنا لسه جايبينه حالا لو حد فيكم فاكر، هو نفس الدبليو دبليو اي دي. فبقول لك انا الديفايس اللي اسمها ده او الديفايس اللي الدبليو دبليو اي دي ده بتاعها اهو خلاص، ده عباره عن ليو او ال اي او، وده نوعها ايس كازي او اسمها ايس كازي ستور، ده مساحتها 10 جيجا، بيعمل لها بيحصل لها ريبريزنتيشن باتنين ديفايس، الاولانيه هي والتانيه اهي. ايه رايك؟ طب بص الاستاتس بتاعتها، بص الاستاتس بتاعتها اكتف ريدي رانينج، ودي اكتف ريدي رانينج. ها ايه رايك؟ ايه رايك يا معلم؟ ها ماشي كده؟ طيب ثواني تعال نكمل كده. كل اللي عملته، كل اللي عملته ان انا عملت ريستارت للسيرفس بتاع المالتي باث، وعملت لها انيبل كمان، وبعد كده شفت الستاتس بتاعتها، وبعد كده عملت مالتي باث داش ال ال عشان يلست عندك المالتي باث ديفايس اللي ظهرت. بيقول لك انا عملت ديفايس اسمها مالتي باث اي اهي، اللي اليو يو اي دي اسف اللي الدبليو دبليو اي دي بتاعها بالرقم ده، بص كده الرقم ده كويس، هو نفس الرقم بتاع الديفايس دي ولا لا؟ خلاص. ودي عباره عن ال اي او او لينكس اي او تارجت، او ده الامبلمنتيشن بتاع الايس كازي بتاع لينكس، واسمها ايس كازي ستور لو انت فاكر، مساحتها 10 جيجا، وبتتمثل عندي باتنين ديفايس اهو، او بطريقين مختلفين، بمثلها بطريقين مختلفين، ده الطريق الاولاني وده الطريق الثاني اهو. خلاص كده. وبص البوليسي بتاعتها اسمها ايه؟ سيرفيس تايم زيرو، وهكلمك على السيرفيس تايم زيرو دي دلوقتي حالا. وبص كده عندك البريود بتاعتها واحد، ودي البريود بتاعتها واحد برضو، ودي حالتها اكتف ودي انيبل، ده راننج اكتف ريدي راننج وده اكتف ريدي راننج، هكلمك على دي كده كمان شويه، دقيقتين بس بالظبط هكلمك عليها. خلاص. بس بص قبل كده، قبل اي حاجه خالص كده، لو جيت اقول له كده اف ديسك ماينس ال، بص عندك كده ايه اللي ظهر؟ ظهر عندك ديفايس جديدة خالص اسمها مين؟ ديف مابر امباث اي، ودي مساحتها 10 جيجا. طب دلوقتي السؤال بقى، السؤال هشيك ال دبليو دبليو اي دي، حاضر عينيا الاثنين، مالتي باث داش ال ال، وبص ال دبليو دبليو اي دي هما الاثنين واحد، بص عليهم كويس، هما الاثنين واحد والله. خلاص. طيب نرجع لموضوعنا. السؤال بقى، انت لما تيجي تتعامل مع المالتي باث ديفايس دي، هتتعامل مع اس دي اي ولا هتتعامل مع اس دي بي اهون، اس دي اي فوق اهون، ولا هتتعامل مع اس دي بي، ولا هتتعامل مع ام باث اي؟ لا هتتعامل بعد كده نرى جاي مع ام باث اي، لان انت لما بتكتب على ام باث، ام باث اي، ام باث اي ده هيروح واخد او المالتي باث اوتوماتيك هو اللي هيبعت الداتا للاندرلاينج ديسك كده من تحت لتحت، وايه ويتعامل معاه هو. ماشي كده؟ ماشي؟ تعال نكمل. خلاص؟ فانت من هنا وجاي يا معلم، بعد كده لما تيجي تتعامل تتعامل مع مين؟ مع الام باث اي دول. ماشي كده؟ ها؟ طيب، كلام جميل. في حاجة بس عايز أقول لك عليها كده، كام حاجة كده صغيرة عايز أقول لك عليها. بص هو المالتي باث ده لما بيجي يكتب، بيكتب على أنهي واحد من الاثنين اللي موجودين عندك؟ المالتي باث ده لما بيجي يكتب، بيكتب على أنهي واحد من الاثنين؟ مبدئياً على حسب البوليسي اللي أنت شغال بيها. طيب في عندك اثنين بوليسيز موجودين، خلاص كده؟ في عندك أكتر من بوليسي، اثنين موجودين،
في عندك واحده اسمها سيرفيس تايم زيرو، طيب، والثانيه اسمها وديت يعني هنتكلم عليها حالا دلوقتي في الثانيه ده هي، وفي عندك واحده ثانيه اسمها راوند روبن زيرو. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الراوند روبن زيرو بيوزع اللود على الباثز اللي موجوده بالتساوي، خلاص كده واضحه. يبقى الراوند روبن بيوزع اللود، لو بتكتب داتا مثلا وليكن مساحتها 1 جيجا هيوزعها بالتساوي، شويه على الخط، نص على الخط ده ونص على الخط التاني، وهو يعيش حياته مع نفسه، ماشي كده. طيب الثانيه اسمها سيرفيس تايم زيرو، والسيرفيس تايم زيرو دي الخط فصل تاني، يبقى تاني في عندك اكتر من بوليسي موجوده، اثنين اشهرهم، كان في واحده ثالثه كمان بس خلينا في اثنين دلوقتي، او تعال نقول الثلاثه يا عم، مش تفرق كتير معانا، ماشي. الاولانيه اسمها راوند روبن، الثانيه كان اسمها سيرفيس، كان اسمها سيرفيس تايم، التالتة كان اسمها اللهم صل على النبي تقريبا، كان اسمها كيو لينث، خلاص وانت شغال، ماشي كده. لا 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 لا، الديفايس مابر، اسف، المالتي باث وهو شغال وهو بيكتب على الديسكس، المالتي باث ديفايس دي وهي بتكتب على الديسك، المالتي باث سيرفيس هي اللي بتاخد منك الداتا وتوزعها على النتوركس اللي موجوده عندك، خلاص. فلما تيجي توزع الداتا دي بتوزعها على النتورك بالتساوي، ولا بتوزعها على واحد بس، ولا بيعمل ايه بالظبط؟ والله في عندك اكتر من طريقه شغاله، خلاص. بالمناسبه كل طريقه منهم اسمها باث سيلكتور، الباث سيلكتور يعني بيسلكت انهي باث من اللي موجودين، ماشي. فانت في عندك باث سيلكتور اسمه راوند روبن، وراوند روبن ده بسيط جدا، بيوزع حته داتا هنا وحته الناحيه الثانيه، لو انت عندك خطين خلاص بيبدا يوزع عندهم بالتساوي، يبعت شانك هنا ويبعت شانك هنا، بيتهيألي واضح الراوند روبن صح؟ هيبدأ يوزع حبة هنا، واحدة هنا، واحدة التانية، واحدة هنا، واحدة الناحية التانية، واحدة هنا، واحدة الناحية التانية، وهكذا طول ما أنت شغال. ها، حد عنده أي مشكلة؟ ها؟ طيب، كلام جميل. الباث سيلكتور التاني أو الطريقة التانية اللي بيوزع بيها الداتا عندك، الطريقة التانية اسمها الكيو لينث. الكيو لينث، بص، هفترض عندك ان هو وزع وليكن 5 ميجا على الباث الاولاني و5 ميجا على الباث الثاني، ماشي كده. بس الشبكة على الباث الاولاني كانت فولي لودد، يعني انت في عندك ناس تانية موجودة على الشبكة بتاعة الباث الاولاني، فعمل ايه؟ فعمل ترانسميت ل2 ميجا بس، ولسه 3 ميجا محطوطين في الكيو. في نفس اللحظة راح للشبكة التانية اداها 5 ميجا، ال 5 ميجا كلهم اتبعتوا كده. في عندك حاجتين، في عندك كان في عندك 2 كيو، الأولانية بتاع الانترفيس الأولاني، ودي لسه فيها 3 ميجا لسه ما اتبعتوش لأن في ديلي على الشبكة أو في لود موجود على الشبكة، والتانية الكيو التانية فضيت خالص تماما، ماشي كده؟ طيب الطريقة التانية اسمها كيو لينث. الكيو لينث دي بيروح يشوف مين أنهي كيو فيهم واقلهم من اللي موجودين، مين اقل كيو، مين من الاخر مين اسرع انترفيس موجود، خلاص. السرعه هنا مش على حسب سرعه الكارت نفسه، لا، على سرعه الكيو نفسها، خلاص. يعني ايه سرعه الكيو؟ يعني انت ممكن يكون عندك انترفيس سرعته 100 ميجا بت بس الكيو بتاعته تخلص بسرعه، مفيش لود على الشبكه دي، وفي عندك انترفيس 1 جيجا بت بس السويتش لسه بيزي، لسه بينقل الداتا ولسه ما اتنقلتش. فالسرعه هنا مش قايمه على سرعه الكارت، لا، قايمه على سرعه الداتا ترانسفير الفعليه، خلاص. فهيبص على الكيو بتاع الكارت الاولاني، ها انت فاضيه، وهيبص على الثانيه، مين فيكم اللي افضى، اللي افضى فيهم او اللي هي اقلهم في اللي موجودين بيبعت لها، يقول لها ابعتي داتا دي، ماشي كده. يبقى الطريقه الثانيه كان اسمها الكيو لينث، واضحه ولا عادها تاني؟ حد عنده اي مشكله؟ كلام زي الفل. الطريقة التالتة بقى يا سيدي اسمها السيرفيس تايم.
السيرفيس تايم ده كده، هو السيرفيس تايم ده عباره عن الجوريزم لوحده كده كده شغال مع نفسه كده، وده تقريبا اقلهم استخداما. السيرفيس تايم ده بيبص مين، او هو هيحاول يعمل كالكوليشن كده مين هيكون اسرع باص فيهم، واللي اسرع فيهم او اللي هو له شورتست تايم هيحاول يبعت عن طريقه. خلاص كده، يبقى انت في عندك الثالثه اسمها سيرفيس تايم. سيرفيس تايم دي اوتوماتيك، هو هيحاول يعمل كالكوليشن وشوف مين فيهم هيكون الاسرع، واللي بيتوقع ان هو يكون الاسرع بيبدا يبعت عن طريقه. خلاص، اشهر اللي موجودين في عندك الكيو لينث وفي عندك الراوند روبن. ماشي، طيب كلام جميل. خلاص خلينا بس في المالتي باث، ما دخلناش في حاجه تانية، لان انا بتوه منكم اساسا، عايز اقول حاجات وفي الاخر بنساها والله. فخلينا بس في المالتي باث الاول. طيب تعال نرجع هنا كده. لو عايز تعدل الباث سيلكتور، بص كده لما جيت اقول له خليك فاكر مالتي باث داش ال ال هنا، بص كده الشكل عامل ازاي. ضم كده اي تي سي مالتي باث دوت كونف، هو تعال روح الباث سيلكتور. هو تعال روح كده، ماشي السلكتور بتاعك خليه لي راوند روبن. ماشي كده رايت وكويت، وبعد كده اقول له سيستم كنترول ريستارت. خلي بالك هي كانت ايه الاول، ها كانت عباره عن ايه، سيرفيس تايم، ها ريستارت مالتي باث ديوت سيرفيس. تعال كده اقول له كده مالتي باث داش ال ال، لسه ما زالت سيرفيس تايم. ليه ما اتعملتش معانا؟ طيب ديفولت المفروض كده يكون شغال. المفروض يكون شغال من غير اي مشاكل خالص. طيب اتغاب عليه يعني ولا ايه؟ طيب نشوف لها طريقة تانية، فكر كده بسرعة. طيب تعالى كده اعمل حركه تانية اصيع. بص تعالى كده اخد المالتي باث ده، ده ال WWID بتاعه. تعالى كده اخد كوبي، افتح لي الملف ده كده.
ده www ID هات للمعلم ده الباث سيلكتور سمي لي ده cd round robin 0 رغم ان انا عاملها ديفولتس هنا. طيب ماشي ما علينا، تعال نعدل كده للديفايس ده تحديدا. عايز اقول له ديفايس اللي ال www id بتاعها بالرقم دون خليها لي الباث سيلكتور بتاعها راوند روبن. طيب كلام جميل. سيرفيس مالتي باث دي ريستارت كده اتغير هو. بص كده عندي ايه اللي حصل، ها اتغير. طيب فانا كده مسكت الديفايس اللي ليها ال WWID المعين دون او ال WWID اللي رقمه كذا، قلت له خلي لي الباث سيلكتور بتاعها يبقى الراوند روبن. طيب بص لي كده، بص كده بص هنا كانت البوليسي بتاعته كانت ايه؟ سيرفيس تايم. بص ايه اللي حصل لها؟ ها ايه رايك؟ اتغيرت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ هو اصلا الملف سيلف دوكيومنتد والله العظيم ثلاثه، يعني الملف اصلا مش محتاج تعمل اي حاجه فيه، ده كاتبه لك بالدوكيومنتيشن، يعني كاتبه لك بالديسكريبشن بتاعه بكل حاجه بيعمل ايه. انت ايه يعني خلاص ماشي. طيب حلو قوي. طيب تعال ناخد بريك 5 دقايق، وبعد بريك الخمس دقايق اشرب فيهم اي حاجه، بعد ما ايه ما ناخد البريك دون ايه نكمل المالتي بات عشان ننجزه بقى النهارده خالص ونخلص منه ماشي. تعالوا نكمل موضوع المالتي باثنج، فاضل لنا بس في نقطتين صغيرين جدا فيه. هنتكلم الاول هنعمل تيستينج، بعد كده نروح لموضوع الباث سيلكتور، هنتكلم على الجروبنج بوليسي بتاعته. فتعال الاول بس نعمل تيستينج وبعد كده نتفاهم في الموضوع الثاني. تعالى كده يا سيدي. دلوقتي انا لما اجي اتعامل اف ديسك ماينس ال او حتى ال اس بلوك ماشي، تلاقي عندك ال اس بلوك عرض لك الديفايس زي ما هي، بس لما تيجي تعمل تعمل مع مين؟ مع المالتي باث اللي موجود عندك اف ديسك ماينس ال سلاش ديف مابر ام باث اي. ده شيء ممتاز عندنا. انا كنت عامل بارتيشن على الديسك دون من المره اللي فاتت كان اسمه اس دي اي 1، طبعا بعد ما اتعامل مع مالتي باث بقى اسمه ام باث اي 1 خلاص. طيب كلام جميل. هعمل ايه؟ هماونت كده ديف مابر ام باث اي 1 لام ان تي كده ماشي كده، ولو جيت اقول له ماونت اهون ده نوع اكس اف اس ومعمول له ماونت فين؟ في ام ان تي من غير اي مشاكل. سي دي سلاش ام ان تي ال اس كان في ملفات اهون. تعالى كده اعمل ايه؟ تاتش فايل من 1 لـ 5 موجودين اهون زي الفل. تعالى بقى كده اعمل ايه؟ مالتي باث داش ال ال. المالتي باث موجوده اهو مفيش اي مشاكل خالص فيه ماشي كده. طيب انفاليد كي وورد سيلكتور الله امسك حلو، مسكنا القفشه دي. دوبليكيت كي ووردز ديفولتس اهون سطر 31 وسطر 34. تعال نفتح كده في ام اي تي سي مالتي باث دوت كونف
عندك السطر رقم 31. اه فهمت ليه كان عامل مشكله وما خدش الرقم دوت، او ما خدش قيمه الديفولتس دي، لان انا عامل ديفولتس فوق اهي وبعد كده عمل ديفولتس تانية تحت. صح، هو كده صح وانا كنت غلط كده. انا فهمت ليه ما اشتغلتش، معلش دي حركه غبيه مني جدا، انا بس ما بصيتش على الملف كويس، يعني ما بصيتش على السنتاكس كويس. ده في عندك ديفولتس فوق اهي المفروض كنت تضيف فيها، ما ينفعش يكون في عندك اتنين ديفولتس، دي اول واحده ماشي. طيب ثانيا احنا كنا بنتعامل مع الايه، اسمه بس مش سيلكتور، اسمه باث اندرسكور سيلكتور ماشي. طيب كلام جميل، دي غلطه برضه ثانيه. المهم تعالى سيستم كنترول ريستارت مالتي باث في دوت سيرفيس مالتي باث داش ال ال، ده كلام جميل اهو، الخطا راح. فاضل لنا بس مشكله في دي اي هنتكلم عليها حالا بعد التستنج، هنتكلم عليها حالا وهعلمك ازاي تعمل بلاك ليست للديفايس اللي موجوده عندك. طيب ده برضو حاجه كمان كده، عندنا حاجتين كمان بعد التست اللي هنعمله دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي ديفايس ماونتد خلاص تحت ام ان تي من غير اي مشاكل والدنيا زي الفل. لو جيت اقول له كده مالتي باث داش ال ال موجود اهو، انا كده عندي مين اللي اكتف فيهم. بص عندي كده، انا عندي المساحه 10 جيجا وراوند روبن بوليسي اهو موجوده، عندي واحده اكتف والثانيه انيبل. طب هو مبدئيا لو انا جيت كده عملت عندي ايه، انا وصل الاثنين دول عن طريق اثنين انترفيسز اهو، اي ان اس 9 واي ان اس 10. تعالى كده اوقف اي ان اس 9 واشوف ايه اللي هيحصل عندي. اي ان اس 9 اي اف داون لاي ان اس 9 خلاص اتعملوا ديسكونكت اهون. تعالى بقى اعمل عندي مالتي باث داش ال ال، بص كده عندك ايه اللي هيحصل دلوقتي. بص عندك ايه اللي هيحصل مع المالتي باث. مبدئيا بص سيب ده كده خالص، تعمل له كنترول سي كده. سي دي ام ان تي تاتش فايل 6 لسه بيكتب اهو من غير اي مشاكل. خلي بالك مالتي باث لسه عمال يدور. ها يا عم انت لسه صاحي، بس خلي بالك المالتي باث ايه اللي حصل له. ها ايه رايك، شفت في طريق عندي بالكامل وقع، في طريق كامل، في باث كامل وقع، بس مازال المالتي باث الديفايس اكسسبل ولسه شغاله، بس لسه بيكتب. الله يفتح عليك، ايه رايك لسه بيريد ورايت من غير اي مشاكل، مش كده؟ تمام زي الفل. طبعا المالتي باث ده هياخد وقت لحد ما ايه، ما يشوف الديفايس ان هي كامله بالكامل وقعت عنده من غير اي مشاكل. تعال كده اشوفها هنا تاني، مالتي باث داش ال ال، يلا يا سيد انجز. ماشي طيب لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ هياخد وقت بس لحد ما يعمل تايم اوت وايه، يقول لك ان الديفايس دي بالكامل وقعت من المالتي باث. حد عنده اي مشكله؟ ها حاضر هو قاعد اشغل التاني بس ثواني. ما انا قلت ده مش بديل عن ده، المالتي باث مش بديل عن البوندنج، ده حاجه وده حاجه تانيه خالص ماشي. انجز بقى يا سيد. طيب عشان ما اقعدش اضيع وقت لان بصراحه ظهري وجعني، فانا ايه مش ناقص فقعه مراره يعني. تعالى كده اس يو اس اس اتش نود اي، ادي كده اي اف اب اي ان اس 9 مالتي باث داش ال ال. انجز بقى اهون، بص ايه اللي حصل. خلاص طيب بص كده، لو انا جيت وقعت التاني بقى، بلاش الاولاني المره دي، هقول له كده اي اف داون اي ان اس 10 المره دي، ال اس الملفات لسه موجوده، تاتش فايل 11. ها اتعمل له تاتش، اه اتعمل له تاتش ولسه بيقرا ويكتب عند اي مشاكل. مالتي باث داش ال ال
انجز يا سيد. ده واحد معايا في الشغل، فمن كتر كل شويه بقول له يا سيد يا سيد، بجد والله معايا واحد في الشغل هندي اسمه سيد، اسمه سيد الله خان كمان، فمن كل شويه بقى سيد يا سيد، فالاسم لازق في اللسان يعني. طيب ما علينا، المهم نكمل. دي كانت حاجه ان انا تست الايس، اسف ان انا تست المالتي باث واتاكد ان هو يقدر يقرا ويكتب من الديفايس حتى لو فيه لينك وقع. طيب حاجه تانيه كمان، الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده، احيانا احيانا بيكون عندك ديفايس جايه من السان ومش عايز تعمل لها مالتي باث، غلاسه كده. انا عندي ديفايس وليكن الديفايس دي اسمها اكس ومش عايز اعمل لها مالتي باث، ها ينفع اعمل لها، مش عايز اعمل لها مالتي باث، ها ينفع؟ عندي ديفايس مش عايز اعمل لها مالتي باث، ايه رايك لو رجعت الملف الكونفيجريشن كده؟ جيت اقول له في ام اي تي سي مالتي باث دوت كونف، هتلاقي في عندك سيكشن تحت كده اسمه بلاك ليست، شايفه؟ البلاك ليست ده ممكن تيجي كده على ديفايس انت عايزها عندك وتقول له انا عايز بلاك ليست الديفايس اللي اسمها اكس، مش عايز الديفايس دي تظهر عندي كمالتي باث، خلاص؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل. مش عارف يعني، بس انا ما حصلش معايا لحد دلوقتي، ما حصلش معايا لحد دلوقتي ان انا كان عندي ديفايس وعايز اخليها بلاك ليستد يعني، ما قابلتنيش الحكايه دي، ما قابلتنيش والله بصراحه يعني. خلاص كده؟ نجربها غلاسه. طيب نجربها على ايه طيب؟ اديني مثال طيب نجربها عليه. ماشي تعال نجربها كده على طيب تعالى خليني اغلس معاكم برضو، انا حلاق زي محمد ماهر كده، هعتبر نفسي حلاق دلوقتي. تعالى اقفل السيشن دي خالص بقى كده، ربنا يديك الصحة كده يا عم. كلوز تيرمينال كده، انا على نود ايه هنا هون، تعالى اعمل كده اماونت ام ان تي ال اس او في الملف، الامر نفسه مش موجود. طيب ماشي، اف يوزر داش كي ام ام ان تي كده بس، خلاص عملت لها اماونت. لو جيت اعمل كده اف ديسك ماينس ال، فانا عندي مالتي باث موجوده اهو. تعال اعمل ايه، انا عايز بلاك ليست الديفايس دي بحيث ان هي ما تظهرش عندي مره تانية، خلاص انا عايز اقول له مش عايز مالتي باث اي دي تظهر عندي مره تانية. الديفايس او الديفايس اللي كانت بتكون المالتي باث اي دي كان اسمها اس دي اي ومين كمان، واس دي بي، خلاص كده ماشي. تعال اول اقول له كده اي اف اب اي ان اس 10 كده، عندي اس دي اي واس دي بي. يلا يا سيد انجز. ماشي مش عايز اعمل المالتي باث ديفايس ديت. ماشي اي تي سي مالتي باث دوت كونف بلاك ليست كده، ماشي عايز اعمل بلاك ليست الديفايس نود الديف نود اللي اسمها اس دي اس دي اي وبي، خلاص كده. بس المفروض استخدم ريجكس اي حاجه بتبدا، تعالى كده اس دي اي او بي اعمل لها بلاك ليست، خلاص كده. تعال المره دي وهقول له
اقول له ايه سيستم كنترول ريستارت مالتي باث يوت سيرفيس اف ديسك ماينس ال مالتي باث داش ال ال. ها ايه رايك عملت لها بلاك ليست ولا لا؟ خلاص كده ماشي يا عم الحلاق. طيب كلام جميل، تعالى ايه نرجع لموضوعنا. انا اصلا نسيت والله كنت عايز اعمل معاكم ايه اساسا. حلو، تعالى نرجع لموضوعنا. انا كنت عايز اعمل حاجه صغيره جدا واحنا شغالين، لو حد فيكم فاكر كان هنتكلم على الجروبنج بوليسي. بقى الجروبنج بوليسي، موضوع الجروبنج بوليسي ده موضوع بسيط جدا سهل جدا، مش في اي اختراع فيه خالص. بص يا سيدي، انت عندك ايس كازي صح؟ الايس كازي ده تعال الاول نشغل ايس كازي اسف عندك المالتي باث، عندك مالتي باث وشغال مع الايس كازي من غير اي مشاكل. تعالوا نشيل موضوع البلاك ليست ده عشان نجرب اللي احنا عايزين نعمله. ماشي اهو شايفها عن طريق مين؟ عن طريقين، ده الطريق الاولاني وده الطريق الثاني. كلام جميل. طيب بص، عندك مالتي باث والمالتي باث ده شغال مع اسكازي صح؟ ماشي. ايه بقى الفكره بتاعت الجروبنج ده؟ بص مبدئيا المالتي باث باي ديفولت بيعمل اوصلها لك ازاي دي مش عارف اجيبها لك ازاي. بص تعالى كده اديك مثال بسيط جدا من الحياه العمليه بتاعتنا. تعالى اديك مثال من الحياه العمليه بتاعتنا كده. في الطبيعي حد فيكم قبل كده مشى في طريق محترم شويه؟ حد فيكم قبل كده مشى في طريق محترم شويه ولقى ان في الشكل الطبيعي بيكون الطريق كله عباره عن خط واحد الناس كلها ماشيه فيه صح؟ ده في الشكل الطبيعي. عند الناس المحترمه بتلاقي فيه خطوط تانية جنب الخطوط الرئيسيه بتاع الطريق اللي مرصوف ده والناس والعربيات ماشيه عليه، بتلاقي فيه خط تاني جنبه للخدمات. وغالبيه الناس المحترمه بتلاقي خط الخدمات كده، ايوه حاره جانبيه للخدمات. الحاره الجانبيه بتاع الخدمات دي بيعمل فيها ايه؟ بيروح يعمل رصيف، خط رفيع جدا من الرصيف كده عليها، ويعمل لها طريق لوحدها بيكون حاره واحده بس او حارتين كحد اقصى. يعني انا ما شفتش حارتين دي خالص قبل كده، هي حاره واحده بس. بيعمل حاره كده للخدمات وبقيه الحارات التانيه بيعمل فيها ايه؟ بيخليها للعربيات. وفي ناس كمان محترمه اكتر واكتر، بالذات الناس بقى اللي في المانيا وفي هولندا وفي السويد وكلام من ده، بيعمل حاره كمان خاصه بس كده للناس اللي راكبين عجل. ماشي كده؟ وبتلاقي في ناس كمان محترمين اكتر عاملين حاره للناس اللي بتمشوا. انت كده عندك اربع طرق تقريبا مختلفين. خلاص كده؟ حلو؟ كلام جميل. لحد دلوقتي اللي انا قلته ده بيتهيألي واضح، مفيش اي مشكله فيه. بص عندك كده، لما تشتغل مع المالتي باث، وشغلت اكتر من كارت، اوتوماتيك بيعمل حاجه اسمها باث سيلكتور او بيعمل جروب. بيعمل الجروب الاولانيه كل كارت بيحطه في جروب لوحده. يعني من الاخر بينيشيت كونكشن كامل بطريق كامل لوحده على الكارت ده. خلاص كده ماشي. معنى كده ان انت ايه اللي هيحصل عندك، او في الطبيعي بقى يكون ايه اللي بيحصل عندك؟ في الطبيعي هيكون الفيل اوفر ميكانيزم اللي شغاله، او هيكون الديفولت بوليسي بتاعتك هي فيل اوفر. يعني ايه؟ يعني لو حصل او وانت شغال اصلا بالشكل الطبيعي هيستخدم بس طريق واحد من كل اللي موجودين. في الطبيعي هو شغال هيستخدم طريق واحد من كل اللي موجودين. اول ما الطريق ده يقف اوتوماتيك هينقل على انهي طريق؟ على الطريق الثاني. خلاص
يبقى انت كده هيكون عندك اكتر من طريق موجود، اوتوماتيك واحد بس هو اللي شغال فيهم ماشي خلاص. ولما يكون طريق واحد بس شغال فبتكون البوليسي بتاعتك اسمها فيل اوفر. فيل اوفر ده معناها ان هيفضل مستني كده، اول ما يقف اول ما الطريق ده يقف اوتوماتيك على الطريق اللي جنبه، طب الطريق التاني يقف اوتوماتيك على الطريق اللي بعده وهكذا. خلاص كده؟ طيب انسى بقى الكلام ده كله خالص. هو انا ينفع استخدم الطريقين في نفس الوقت؟ ينفع استخدم الطريقين في نفس الوقت؟ اه ينفع تستخدم الطريقين في نفس الوقت، بس خلي بالك لما لو انت استخدمت طريقين في نفس الوقت لازم يكون التارجت نفسه بيسبورت كده. خلاص؟ يبقى لو استخدمت الطريقين في نفس الوقت لازم التارجت نفسه يكون بيسبورت كده، وعشان التارجت نفسه يسبورت كده فانت لازم تستخدم بوليسي تانية خالص اسمها مالتي باس. المالتي باس ده معناها مش مالتي باث، لا مالتي باس، باص اللي هو اتوبيس يعني او طريقين تانيين. المالتي باس ده هو شغال بيستخدم كل الطرق المتاحه. طبعا لازم تتاكد، خليك فاكر الحكايه دي، ان الاستورج كنترولر بتاعك بيسبورت حاجه زي كده. خلاص كده ماشي. يعني لو انت رايح جايب ستورج من اي ام سي ولا من اتش بي ولا من نت اب او ايا كانت، لازم تتاكد ان الكنترولر بتاعك بيسبورت الايه، الاكتف اكتف كونكشنز مش الاكتف ستاند باي. خلاص. يبقى تاني وانت شغال عندك الايس كازي هو شغال اوتوماتيك بيستخدم طريق واحد من كل اللي موجودين، اول ما الطريق ده يقف اوتوماتيك يطلع على الطريق اللي جنبه اللي بعده، التاني وقف انقل على اللي بعده وهكذا. طيب عايز تستخدمهم كلهم مع بعض في نفس الوقت، عايز تبعت كل الترافيك مع بعضه، ها تعمل ايه؟ لازم تستخدم جروبنج بوليسي اسمها مالتي باس. مالتي باس ده بيعمل ايه؟ بيستخدمهم كلهم في نفس الوقت، وده محتاج ان انت تتاكد ان الكنترولر بتاعك بيدعم حاجه زي كده. خلاص ماشي. يعني الراوند روبن ده مش بيشتغل الا في حاله الاكتف اكتف. لا انت كده ما فهمتش ايه اللي انا عايزه، انت كده ما فهمتش ايه اللي انا عايزه. طيب نرجع للقلم والورقه، القلم العقيم اللي طلع عيني دون، تعال نرجع له كده بسرعه. ده الايس كازي انيشيتور وده الايس كازي تارجت، في كونكشن اهو وفي كونكشن اهو تاني. لحد دلوقتي مفيش اي مشكله خالص ماشي. طيب استغفر الله العظيم. ها الصورة واضحة كده؟ طيب ارجع تاني هنا كده. انت قلت له بالشكل الطبيعي هنا راوند روبن، راوند روبن هيبعت شوية هنا وهيبعت شوية هنا، مفيش أي اختلاف. خلاص. بس هل ده لو الشبكه راوتابل، لو الشبكه عندك راوتد، يعني ده ممكن يكلم الكارت ده او الكارت ده؟ احنا في حالتنا اللي احنا شغالين فيها هي مش راوتد، احنا في حالتنا اللي احنا شغالين فيها هي مش راوتد. خلاص. لان ده ما يقدرش يكلم ده، ده في سبنت وده في سبنت الثانيه، بس لو في راوتر في النص كده وقادرين يكلموا بعض. خلاص. ده بقى اللي انا اقصده. تعالى لي بقى هنا كده، لو الشبكه عندك راوتد بالمنظر ده ماشي، وده ممكن يكلم ده او يكلم ده، فكده دلوقتي انت في عندك كام طريق؟ يا اما تبعت لده كده يا اما تبعت لده كده، صح؟ يبقى من الانيشيتور للتارجت في كام طريق؟ في اتنين، صح؟ طب في الحاله العاديه خالص
من الانيشيتور للتارجت في كام طريق؟ في طريق واحد بس، دي كده راوند روبن بس لوحدها. وفي الحاله دي انت شغال فيل اوفر، بيستخدم طريق واحد بس اهو. خلاص كده؟ طيب ممكن يستخدم ده حتى لو راوتد في الشكل الطبيعي، ممكن يستخدم ده لو هو فيل اوفر؟ لا، لو مش قادر يوصل لده هيحاول يبدا ينيشيت ده يكلم ده. طيب في الحاله الثانيه لو انت خليتها مالتي باس، مالتي باس ده اوتوماتيك هيخلي الانيشيتور يبعت للتارجت لو قادر يبعت له بطريقين مختلفين. ها وضحت؟ وضحت ولا ايه؟ انا عارف الكونسبت ممكن يكون جديد عليكم. كمان مره معلش، اعتبرنا انا اللي ايه عندي مشكله تاني. انيشيتور تارجت ده ممكن يوصل لده بطريقين في الشكل الطبيعي، ده شغال راوند روبن، ده هيبعت لده، ده هيبعت لده، وده هيبعت لده. في مشكله كده؟ الكارت ده بياخد كام طريق ان هو يوصل للتارجت؟ طريق واحد صح؟ حلو قوي، يبقى انت كده شغال فيل اوفر. مستخدم طريق واحد، خلاص؟ لو الشبكة دي بقى راوتابل، لو الشبكة دي أصلا كانت راوتابل، هل ده ممكن يقدر يوصل لده؟ آه، بس هل في الطبيعي إن هو ببعت عن طريق عن أو ده يوصل لده ويوصل لده؟ آه يقدر يوصل لهم، بس ببعت عن طريق طريقين مختلفين كده؟ لأ، ببعت عن طريق واحد بس، صح؟ ماشي كده؟ لأ، يا دي النيلة السوداء، هو كده راوند روبن يا باشا والله، يا دي النيلة، امسح يا عم كمان مرة. لحسن انا كده يعني هقوم انفجر فيكم حالا ان شاء الله. عندك انيشيتور اهو، وعندك تارجت اهو، ده بيبعت اهو، وده بيبعت اهو. خلاص هبعت 50 ميجا هنا وابعت 50 ميجا هنا، في مشكلة كده؟ حلو قوي، سلام زي الفل. حط لي راوتر في النص، حط لي راوتر في النص. هل ده، هل الانيشيتور ده راوتر اهو، او اسف مش هل بقى، الانيشيتور يقدر يوصل للراوتر بكم طريق دلوقتي؟ الانيشيتور يقدر يوصل للراوتر بكم طريق؟ كذاب كذب الابل، يقدر يوصل باربعه مش باتنين. في الحالة اللي احنا قدامنا ده كده يقدر يوصل باربعة، بس هو بيستخدم كام؟ بيستخدم اتنين. خلاص؟ هو يقدر يوصل اربعة بس بيستخدم اتنين، اهو ادا طريق، ادا واحد عندك، ادا اتنين، ادا تلاتة، وادا اربعة. بس هو ده بيستخدم كام طريق؟ بيستخدم طريق واحد بس. وده بيستخدم كام طريق؟ بيستخدم طريق واحد بس. لحد دلوقتي في مشكلة؟ ماشي؟ يبقى الطريقة اللي انت شغال بيها دي اسمها فيل اوفر. فيل اوفر بيستخدم طريق واحد بس من كل كارت عشان يوصل للتارجت. طب لو حصل عندك، لو حصل عندك واللينك ده المباشر ده، مع السلامة، ايه اللي هيحصل؟ هيحاول يوصل بالشكل ده. وضحت؟ ها وضحت؟ أشهد أن لا إله إلا الله. تعال ناخد السيناريو التاني بقى. السيناريو التاني، عندي initiator وعندي target برضو وصل هو بي، وفي في النص راوتر، انا عايز اقول له انت عندك اربع طرق استخدمهم اهو، ايه رايك؟ عايز اقول له انت عندك ده ممكن يوصل لده باربع طرق، استخدم الاربعه مع بعض، فده هيوصل بطريق اداء الثاني، وده هيوصل بطريق اداء الثاني. في الحاله دي فانت شغال حاجه بطريقه، او شغاله، او انت شغال بايه؟ بالطريقه اللي اسمها مالتي باس.
مالتي باس ده هيخلي الانيشيتور يكلم التارجت باكتر من ايه؟ من ايه؟ من طريق. ماشي كده؟ ها لا اله الا الله. الفيل اوفر ما يتعاملش مع المالتي باس؟ لا الفيل اوفر بيتعامل مع المالتي باس والله العظيم. ثلاثة، انت بتسأل اسئله غريبه جدا. ليه الفيل اوفر ما بيتعاملش مع المالتي باس؟ بص خلينا اكلمك بقى كلام النظري بقى اللي ملوش لازمه. الفيل اوفر بيعمل اكتر من طريق اهو وبيمشي عليه. خلاص بيمشي على الطريق ده، يفضل ماشي على الطريق ده. اول ما الطريق ده تحصل له مشكله اوتوماتيك يروح على مين؟ على طريق تاني خالص. وضحت؟ طيب المالتي باس بيعمل ايه؟ بيضمهم كلهم في طريق واحد ويمشي كل الترافيك في النص، بيقسم الطريق لحارات. ها ايه رايك؟ هو طريق واحد اتجاه واحد، ايه رايك في الحكايه دي؟ يبقى الفيل اوفر بيعمل اكتر من طريق، لو طريق منهم وقع في النص اوتوماتيك بينقل على واحد تاني. بيسموها مش طريق بقى، بيسميها جروب. خلاص خلاص كده. يبقى الفيل اوفر بيعمل اكتر من باث جروب ويشتغل عليه. لو في باث جروب وقع اوتوماتيك بينقل على الباث جروب التاني، على الطريق التاني. طيب المالتي باس بيعمل ايه؟ بيجمعهم كلهم في جروب واحده ويمشي كل العربيات في النص، يمشي كل الترافيك في النص. خلاص واضحه؟ ماشي كده. يعني تقريبا حاجه شبه كده يعني. طيب كلام جميل. عشان تعدل الايه؟ الجروبنج بوليسي بتاعتك ديت، تعالى كده هنا الاول، تعالى كده نعدلها. بص المالتي باث ماينس ال ال كده عارض لك على فكره الديفولت جروبنج بوليسي بتاعتك فيل اوفر. خلاص الباث جروبنج بوليسي بتاعتك هتلاقيها فيل اوفر. لو جيت اقول له كده فيم اي تي سي مالتي باث دوت كونف الديفولت عندك من غير اي حاجة كده هي مين؟ هي فيل اوفر. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعالي هنا كده عايز اقول له بدل الفيل اوفر ده استخدم لي المالتي باث او المالتي باث جروبينج بوليسي. هقول له كده باث جروبينج بوليسي، والباث جروبنج بوليسي تعالى كده نرتبها شويه بدل ما هي تبقى منعكشه. الباث جروبنج بوليسي بتاعتنا يا سيدي هتبقى مالتي باس. تعالى بعد كده سيستم كنترول ريستارت مالتي باث يوزد سيرفيس، وتعالى اعمل له مالتي باث داش ال ال مره ثانيه. بص ايه اللي حصل معاك. بص لي كده الفرق بين ده كده، شايف الاسهم دي كده، وبص بين ده كده، ايه رايك؟ بص ده عمل ايه؟ جمعهم كلهم في طريق واحد واشتغل عليهم. انما ده كان ده عامل طريق اهو وعامل طريق تاني اهو، بيبدا يمشي في واحد بس وهو شغال.
انما ده اوتوماتيك اللي بيعمله بيمشي في الطريقين الاثنين مع بعض. ها ايه رايك يا ريس؟ وضحت؟ وضحت ولا ايه؟ طيب كلام جميل. تقريبا احنا كده خلصنا المالتي باث صح؟ احنا اتكلمنا النهارده عن مالتي باث، اتكلمنا مقدمه عنه بسرعه ماشي. عملنا له امبلمنتيشن، عملنا لعبنا مع البوليسي بتاعته كمان، ولعبنا مع الاسلوب او الطريقه اللي هو شغال بيها، بينقل بيها الداتا، ولا شغال راوند روبن، ولا شغال عن طريق الكيو بيتشكل الكيو، ايه تاني، ولا عن طريق التايم كمان ايه اسرعهم. طيب ايه تاني، اتكلمنا كمان على البلاك ليست بتاع الايه المالتي باث. ايه كمان اتكلمنا عنه تقريبا كل ده، كان ده كل اللي احنا خدناه في المالتي باث تقريبا. حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته النهارده؟ ها حد عنده اي سؤال ولا اي حاجه؟ اللي عنده اي حاجه يوقفني، ارمي القلم ده بقى كده، انا ضهري وجعني والله. طيب لا خلي رايت ثرو الكلام ده بقى بعدين يعني. يوز فريندلي نيمز، الله يفتح عليك، تعالى كده قبل ما نخلص، تعالى يوز فريندلي نيمز ديا كده، تعالى نفتح الملف ده. بص عندك هنا كده هتلاقي في عندك هنا اوبشن يوز الديفولت بتاعك ما يوز فريندلي نيمز، تعالى كده اخد الاوبشن ده وعدل بس للمالتي باث ديفايس ديا اللي انا عايزه. يوز فريندلي نيمز هنا هقول له لا. بص لما اقول له يوز فريندلي نيمز ابنه ايه اللي هيحصل عندك؟ بص اسم المالتي باث بقى ايه؟ بدل ما كان بيعمل لك ام باث ايه وام باث بي وكان بيدلعك، هيديهولك بالدبليو دبليو اي دي بتاعه بس كده. بدل ما كان بيستخدم ام باث ايه وام باث بي وكلام من دول، هيديهولك بالدبليو دبليو اي دي، وربنا يديك الصحه بقى. خلاص لا البلاك ليست، البلاك ليست مش زي الزونينج ولا الماسكينج. ماشي ممكن نبقى نعمل سيشن كده نظبط فيها موضوع الماسكينج والزونينج ده والله ممكن بس المهم ان احنا خلصنا المالتي باث وايه الحمد لله، الحمد لله خلصنا منه بعد عذاب. وان ايه المره الجايه نبدا نكمل الكلاستر مره تانية. طبعا ما كانش ينفع نكمل كورس الكلاستر من غير ما ايه ما نديكم موضوع زي المالتي باث، لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. عم الصبح عمالين نكلمكم على الهاي افيلابيليتي، الهاي افيلابيليتي من الصبح، وفي الاخر يبقى الاستورج عندك فيها خازوق ومش عارف تعديه، فكان لازم نتكلم عنه يعني لانه مهم جدا بالنسبه لنا. طيب ان شاء الله اشوفكم المره الجايه، وايه تصبحوا على خير، السلام عليكم.